يذكر اسم النادي الأهلي يذكر اسمه. هو تلاقيه في القضايا، وتلاقيه في المباريات، وتلاقيه في أي مناوشات تخص النادي الأهلي. نجم أهلاوي جدا، النهارده مشرفنا في البيت الكبير الفنان الكبير أحمد فهمي. ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا سام؟ خليكي زي ما انت. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. وانت طيب؟ وانتوا طيبين ومكسرين الدنيا والله، والقناه بشكلها الجديد حاجه تفرح، والبرنامج مكسر الدنيا والله، وليا الشرف ان انا معاكم النهارده. لا انت اللي منورنا بجد في بيتك بقى، خلينا نتكلم بيتك في البيت الكبير، واحنا عارفين. يمكن ان انا كمان في المقدمه قلت ده فنان من الثالثه شمال، يعني ده حقيقي. يعني هو مش مجازا، انا فعلا كنت انا وعمرو فهمي الله يرحمه، الله يرحمه، ومجموعه كبيره يعني موجودين منهم سميح البدوي واخر تامر وناس كتير قوي. كان مكاننا هو تانية يمين، بس التانية يمين بعد التالتة شمال، وبعد كده بقى التالتة شمال. بعد ما بقى في اي اف سي، بعد كده بقى الاي اف سي ده اتطورت بقت التراس وبقت حاجات لا تانية. عايز اقول من ما بين قوسين التالتة شمال الناس خلاص بتفهمها انه بيعشق الكيان وبيحب الكيان، وكمان اللي انت قلتيها سهام ان هو غيور جدا على جداً على النادي الاهلي جدا، وعلى الفانيلا الحمراء. آه وتلاقيه في اي قضيه، في اي مباراه، في اي جدال على السوشيال ميديا، احمد فهمي بنلاقيه في المقدمه. ده حقيقي مش بهزار. انا عايز اعرف السر فعلا لحبك للنادي الاهلي، يعني بدات دي القصه دي ازاي؟ بص انا اتولدت في النادي الاهلي، يعني اهلي كلهم اصلا مشتركين في النادي الاهلي واعضاء قدام في النادي الاهلي. ابويا اهلاوي لدرجه الجنون، يعني واحنا صغيرين بياخدنا الاستاد انا وكريم، ومفيش حاجه اسمها انك يعني هو الاهلي وبس. ما تفكرش في حاجه تانية. وسنه مع اللعيبه، مع جيلكو كمان اثر فيا كتير قوي. يعني انا برضو حضرت في الاول قبل ما انت تسافر المانيا، انت وحسام وابراهيم، واتفرجت على التمرين. انا عندي 39 سنه، فانا مثلا كاس العالم 90 ده كان عندي 9 سنين، فانا حاضر وواعي. تحب طاهر ابو زيد جدا وحضرت برضه. انا فاكر اول ماتش في الاستاد، كنا ابويا خدني، كان ماتش الترجي، اهلي والترجي، كان افريقيا، وخسرنا ضربات جزاء. كان كابتن طاهر حط كوره في العارضه وانا قعدت اعيط وانا مروح، لان انا كنت بحبه يعني جدا. اتولدت في النادي الاهلي وبدات اتعلق بشخصيه كابتن صالح جدا جدا، لدرجة ان انا وانا طفل صغير كان استاذ هشام سليم كان بيعمل مسرحية شارع محمد علي مع شريهان طبعا، وفريق شوقي كمان برضو من، وكان في انتخابات الاهلي. انت عارف انتخابات يعني بتخلص مثلا 2-3 بالليل بعد الفرز، بالظبط بعد الفرز، واعلنت. صممت على ابويا وامي ان انا ارجع لما عرفت ان صالح سليم كسب، لان انا عرفت في المسرح لانه قالوا عشان هشام سليم. صممت ارجع بس عشان اتفرج على، يعني عارف بعد يعني انت كنت حاضر المسرحيه. ورجعت على النادي عشان اتفرج بس. فكنت متعلق جدا بالكيان من وانا صغير، وبدات العب كوره في النادي الاهلي من وانا لا يعني... لا بقى لعبت كوره، وهنخش في الكوره، هنخش في الفن. بس رجعنا مع حضراتكم طبعا، والفنان الكبير احمد فهمي. احمد بنرحب بيك مره ثانيه. وكنا وقفنا عند انك كنت بتتفرج على اللعيبه، وان الانتخابات لما الكابتن صالح سليم نجح لازم كان الساعه 2 بالليل رجعت على النادي الاهلي عشان اتفرج عليه. الكوره بقى يعني لعبك الكوره، احنا عارفين في فنانين كتير كانوا بيلعبوا كوره، يعني نور الشريف كان بيلعب كوره، واحمد السقا كان بيلعب كوره، يعني في نجوم حماقي اهلاوي برده كان بيلعب كوره. طبعا طبعا في ناس كتير. يوسف الشريف كان بيلعب كوره، مظبوط. انا بدات في فرقه الثمان سنين مع كابتن فوزي سكوتي، وكريم كان في الفرقه الاصغر مني مع كابتن شط. وبعد كده مسكني كابتن، يعني السنه اللي بعدها كابتن خالد جدالله. خالد جدالله طبعا قعدت معاه سنه، وبعد كده كابتن امين عرابي سنه برضو. بكام شيت؟ لا قبل ما رحت ازاي؟ ما احنا اصلا احنا اعضاء في النادي الاهلي. ايوه اختبارات بقى، دخلت اختبارات. الاول كنت بلعب سباحه في النادي عادي سباحه. وما كانش حتى في سني، يعني انا من وانا صغير عايز العب كوره، ما كانش في سني. وبعدين عرفنا بالصدفه ان لا في فرق 8 سنين، وكان كابتن فوزي سكوتي، فابويا ودانا. والدك ودانا. واختبارات عادي، اشتريت استماره وعملت الاختبارات واتخذت
فتأيدت يعني. وكريم نفس الكلام مع الفرقه الاصغر منه، الاصغر مني كان كابتن شطه. انا لعبت حوالي 3 سنين مثلا او 4 سنين حاجه كده والله. وبعد كده مشيت. يعني انت علاقتك بالكوره ابتدت قبل علاقتك بالفن اصلا؟ طبعا. لا لا انا فن يعني ده يعني يعني هو الموضوع 8 سنين يعني المفروض لا انا بستمتع عامه بالكوره اكتر بكتير يعني. انا عايز اقول لك ان انا لما اجي انام على اي فيديوهات او حاجه بالليل تلاقي ماتشات فعلا، فيديوهات مثلا، حاجات برامج على يوتيوب، حاجات ليها علاقه بالكوره، برنامجكو، ابراهيم فايق، ابو معاطي زكي، يعني الناس دي كلها بتفرج عليها قبل ما انام. لازم اشوف الاخبار كلها عامله ازاي. طب بيحضرني بالكلام اللي بتقوله، بيحضرني حاجه كان طبعا الفنان الكبير توفيق الدقن، لما قريت هو كان طبعا فنان وبعدين كان عنده لعب كوره وحد من نادي الزمالك قال له تعال احترف، يعني الكلام ده من زمان جدا، فقال لهم لا انا فنان وهفضل طول عمري فنان. انت بقى السؤال، لو تخير ما بين انك تكون كنت لاعب وتخش في كارير اللاعبين وتوصل لمرحله احترافيه، يعني تاخد الكارير ده، ولا تختار انك تكون فنان وتاخد كارير النجاح؟ بمنتهى الامانه لو لعيب في النادي الاهلي ابقى لعيب كوره. لو في النادي الاهلي، الأهلي لو رجع بيك الزمن تختار ان انت تكمل كلاعب؟ بس النادي الاهلي. النادي الاهلي. لو هلعب في نادي ثاني لا. امال يعني. امال ليه رحت نادي ثاني؟ رحت، لا انا رحت بعديها، انا بعديها رحت نادي الزمالك لعبت 3 سنين. ورحت نادي الصيد لعبت 3 سنين، والشرقية للدخان. رحت شرقية الدخان صح سنة. رحت وحتى في الصيد اتعرفت بقى على مودي، على محمد فضل. محمد من اكتر الناس يعني اصحابي، اخويا يعني، وعلاقتنا هي بقى لها 25 سنه مثلا او حاجه. ان شاء الله. انت وانت صغير بتبقى برضو يعني، هو شرف كبير ان اي حد يلعب في الاهلي او الزمالك او الانديه كلها يعني كبير. اكيد. لكن انت بتبقى لسه بتتفرج يعني، حتى ولسه بتتشكل. حتى لما رحت نادي الزمالك وانا عندي 12 13 سنه. بس اكيد باباك كان معارض يا احمد صح؟ يعني لا 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 لا، اصل هي رياضه برضو في الاخر. وانت الاهلي يعني، النادي الاهلي مشاك يعني، انت برضو طفل والنادي الاهلي مشاك. فرحت وانت برضو ساكن في الحته يعني، انت هتروح الاهلي او الزمالك. مقاولين كان بعيد جدا طبعا. مع كل الاحترام كل الانديه، كمان نادي الزمالك نادي كبير يعني. طبعا. نادي منافس. لكن من الانديه الكبيره، ليه لا انه تروح النادي الزمالك؟ بس فضلت اهلاوي يعني، دي اللي كانت غريبه، لان انت وانت صغير برضو سهل قوي. وخصوصا انا اتعاملت مع ناس محترمه جدا في نادي الزمالك يعني، كان كابتن ياسين مصطفى وكابتن علي شرف الله يرحمه طبعا. فالناس كلها اللي كانت بتتعامل معايا وكانت عارفين ان انا اهلاوي وجاي من النادي الاهلي بيحترموا، ناس محترمه جدا بيحترموا. يعني كانوا عارفين مدى حبك للاهلي ومدى تعلقك يعني. كابتن علي شرف مره قال لي كلمه انا فاكر، بص انا كنت طفل ازاي، لان الراجل ده كان راجل محترم قوي الله يرحمه يعني. قال لي مش فاكر حد سالني انت اهلاوي ولا زملكاوي، فانا عطلت يعني، خايف برضه عيل صغير يعني. صغير طبعا. قال لهم محدش يسال طفل السؤال ده اطلاقا، بس كان تعامله معايا. برافو عليه. طبعا. لما تعامله معاك ان انت لو كنت كملت وصلت لحد ما تلعب فيرست تيم خلاص، كنت غصبا عنك طبيعي هتبقى طبيعي خلاص. انت معاك اللي بتلعب الفانيلا اللي انت بتلعب بيها، لكن حبك بيبقى دايما لكن جوه. لفتك الكبيره انا لعبت في كذا نادي وانا صغير يعني. لا يعني النادي الاهلي زي ما انا فيه زي ما انا سايبه يعني. هو الاهلي يعني اللي بيحب الاهلي ده بتبقى حاجه. هو حبك ليه ما اتغيرش ولا اي يعني؟ ما انت ما شاء الله يعني معروف من حتى دلوقتي يعني، لما نيجي حتى فنانين الاهلاويه معروفين او الاهلاويه قوي. بص هو الفنانين بشكل عام بيخافوا. بيخافوا من فكره في فنانين بقى، كنت لسه هقول لك كده، في بقى فنانين بتتعمد ان هي ما تتكلمش عن انتمائها علشان ما تفقدش جمهور معين يا احمد. ما هو بص انا مش مقتنع بالكلام ده ليه. انت دلوقتي بتنجح وبتعمل اسم وكل حاجه في الدنيا ليه؟ عشان تتبسط صح؟ تستمتع بحياتك. مظبوط. جزء من المتعه دي، لو انت اهلاوي تشجع الاهلي، لو انت زملكاوي تشجع الزمالك، دي متعه في حد ذاتها. جمهور الاسماعيلي انت بتشوف عامل ازاي؟ جمهور المصري بيبقى عامل ازاي؟ جمهور الاتحاد بيبقى عامل ازاي؟ فانا عشان احافظ على حد ممكن يقول اصل فهمي اهلاوي انا مش هخش له فيلم او بتاع اضيع متعه بالنسبه لي، لا انا عايش حياتي ومبسوط وجزء كبير جدا من متعتي في الحياه تشجيع النادي الاهلي، وامشي ان انا امشي وراه واروح ماتشات. يمكن الفتره الاخيره بقى اصعب شويه، زحمه والدنيا بس بروح برضو. بس زمان كانت اكتر احلى فترات حياتي طبعا، يمكن اوائل الالفينات يعني. بعد ما عدينا الاربع سنين بتوع الزمالك والاسماعيلي لو تفتكر في اوائل الالفينات لما جه مانويل جوزيه رجع تاني. الجيل الذهبي يعني، مش هنقول جيل ذهبي، ده بقى كنت انا وعمرو فهمي الله يرحمه يعني الله يرحمه يحسن اليه يعني. يعني ما بتفوتوش ولا ماتش. احنا كنا بنتسابق مين فينا اللي هيقفل في ال 26 ماتش اكتر يعني، مين اللي هيعمل 24 ماتش، مين اللي هيعمل 23، ده حياتنا بس. ما بنعملش حاجه غير كده. فده متعه كبيره في حياتك، ان انت بقى تبقى خايف ان انت ممكن تخسر شويه ناس. لا انت خليك
محترم، ما تطولش على حد، ما يعني يمكن حصل واقع قريب بيني وبين شيكابالا ساعه ماتش السوبر ده اللي في الامارات. في الامارات انت كنت هناك يا احمد؟ لا ما كنتش هناك المره دي، كنت بصور. وبعدين حصل ضغط على شيكابالا وحصل اللي حصل يعني هناك، فانا اتضايقت منه مع ان شيكا احنا عيش وملح وفعلا هو بني ادم محترم جدا. فكتبت بوست يعني اجريسيف شويه، اجريسيف كتير كمان يعني، بس ما تعرضتش لاي حاجه فيها قله ادب، بس يعني كان اجريسيف جدا. وبعدين قام جه مصطفى سيف العماري العضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق يعني كلمني قال لي فهمي ما يعني البوست تقيل شويه اصحاب. قلت له بص هو عمل ايه مع جمهور الاهلي ومش عارف ايه وبتاع، قال لي في تليفون. فلما ادركت ان انا عملت حاجه غلط، ان انا فعلا كتبت رحت بوست، ماسح البوست، مسحته وبعت له مع مصطفى وبعتذر له حتى من هنا من قناه الاهلي من يعني من بيتي. لكن ما كلمتش معايا لا يعني كلام عن طريق ناس، لان انا لما اجي حد يبقى متضايق منك ما احبش ان انا اتكلم. طبعا بس هو خلاص هو ما فيش مشاكل يعني، وانا يعني اهو من بيتي اهو. لا طبعا شيء يحترم، طبعا شيء يحترم. وخلي بالك اللي بتعمله ده يا احمد دي مبادئ النادي الاهلي بالظبط يعني. واكيد انت يعني حتى الفتره اللي عشتها في ناشئه النادي الاهلي 3 سنين، لكن اتربيت على كده، واللي بيحب النادي الاهلي عارف كده. انا اغلط اطلع اقول بعتذر لفلان، مش عيب ابدا، مش عيب ابدا. والنقطه الثانيه اللي كنت بيتكلم فيها مهم كمان، ان واحد بيقول انا اهلاوي او خايف ان انا اقول اهلاوي او زملكاوي. انا شايف يمكن كنت بتكلم قبل ما تخش، كان الفنانين بيروحوا يتفرجوا على ماتشات الاهلي والزمالك، والفنانين الكبار عارفين ان مثلا عبد الحليم كذا يعني معروف ان الاستاذ عمرو دياب كذا. بالعكس يعني دي بتدي انت اصلا لما بترجع مصداقيه يعني. على فكره برضو التعصب، في فرق بين التعصب والشغب، وفرق بين ان احنا وصلنا لمرحله مش طايقين كلمه لبعض. لما تيجي ترجع للتسعينات، ده مش بس في الكوره، مش بس في الكوره، مش طايقين لبعض كلمه طبعًا. مش بس للكوره، عشان ما نظلمش برضو الكوره، عشان السوشيال ميديا قربت المسافات قوي، وكل حد بقى عنده اكونت مستخبي ورا كيبورد بيقدر يقول اللي هو عايز يقوله. لكن انت مثلا ساعات بقعد افتح، سيبك حتى من ماتشات الاهلي، بس تفتح ماتشات في التسعينات، الجيل حتى بتاع نادي الزمالك اللي هو فيه اسماعيل يوسف وفيه احمد رمزي وفيه واشرف قاسم، جيلكم يعني يعتبر بالظبط. التيشيرت اللي هي كانت اولمبيك دي وبتاع، بتقعد تتفرج عندهم حد اسمه مايكل ايوب تقريبا بيعمل فيديوهات بيعمل فيديوهات حلوه جدا. فانت بترجع للنوستالجيا حلوه، في تعصب، مش عايز الزمالك يكسب ومش عايز، بس ما كانش بالاحتقان الموجود يعني دلوقتي. فزي ما حضرتك بتقول لو غلطت اطلع اعتذر للبني ادم اللي انت طبيعي. غلطت فيه يعني، ده دي مبادئ النادي الاهلي. وانا زي ما قلت لك انا فعلا اتولدت في النادي مش متربي في النادي يعني. حلو، طب اتفضلي. احنا قبل احنا دلوقتي جايين، انت يوم السبت تتفرج على الماتش فين بس الاول؟ عايز اتفرج في مكتبي والله. مشغول ها؟ لا لا جاي لاصحابي يعني. ايوه انا قصدي بقى الطقوس اللي انت دايما متعود عليها. انا النهارده لما في يعني في فنانين كده لما يجوا يحضروا، او اي حد يعني بيحضر ماتش لاي فريق بيشجعه، يقول لك انا اقعد لوحدي ولا يمكن حد يدخل عليا والشاي بتاعي. انا ما اتفرجش مع زملكاويه خالص، ما ينفعش. طب ليه بقى؟ اقرب ناس ليك زملكاويه. انت لسه بنقول يا احمد لا اتفرج على ماتش الاهلي والزمالك مع زملكاوي، ده غلط جدا يعني. غلط هيحصل ايه في وسط الماتش انت؟ بتبقى عصبي يعني. طبعا بتبقى متعصب مع اهلاويه يعني. مع اهلاويه. طيب تمام، كله اهلاويه. وبعدين وبشوف بقى اصحابي القدام يعني درديري بتاع اللي هو الناس بتوع الاستاد من زمان، بجيبهم يعني كان نفسي اروح الماتش بس مفيش جمهور، كان نفسي اروح يوم السبت يعني بس مفيش. حضرت قبل كده حضرت اهلي وزمالك طبعا كتير، مفيش ماتش ما فوتته يعني تقريبا يعني. يقول لي اي ماتش هتلاقيني كنت في الاستاد اصلا يعني. اهلي وزمالك كله طبعا بس يعني بعدين. احلاهم كانت الماتش 6-1 ده اللي كنت يعني. كنت فين بقى بتعمل ايه كواليس الماتش ده معاك انت؟ كنت فين الماتش ده؟ احنا كنا رايحين نخسر. لو تفتكر فرقه زمالك، فرقه جامده جدا، حازم وحسام وابراهيم جمال حمزه لا كلهم كان فرقه تقيله. بشير كان ساعتها مش عارف ايه، مدحت عمر عبد الحميد كانت فرقه تقيله جدا، وعندهم جونين كان عبد المنصف وعبد واحد، وحتى كل واحد بيلعب ماتش من كتر ما كانوا هم الجونين الجامدين. ورحنا والله احنا في الاستاد مش لاقيين حد، ما فيش نجم في الفرقه، كان حتى خالد لسه مش يعني بيبو ما كانش لسه بيبو، وابراهيم كان يمكن ابراهيم سعيد بس اللي بننادي عليه. وبقيه الفرقه ما فيش حد قوي يعني، مش كان لسه رضا شحاته برده مش قوي. لحقت جون رضا شحاته ولا ما لحقتوش؟ انا كنت في الاستاد انا عمال ابص على
اليافطة مش مصدق مش مصدق مش مصدق, مش مصدق الرقم ده. وخلي بالك هي لحد 3-1 لما حسام حسن جاب الجون هي كانت قريبة يعني جون تاني كان يقلب, فانت قاعد على اعصابك لحد ما بيو خلص الدنيا خالص. بس ده كان ده احلى ماتش حضرته في حياتي يعني. ده من الماتشات اللي طبعا ما انا محظوظ ان انا حضرت ما تنساهاش طبعا. لا طبعا, لا طبعا. على مستوى على مستوى يعني انا بره لقيت انت ما شاء الله يعني بعيد بقى عن الكوره, انت انت فنان ومخرج ومؤلف وكاتب وايه تاني؟ مش مخرج, مش مخرج لا انا قريت مؤلف. ايه مؤلف؟ مؤلف وممثل وممثل. لا في حاجه تاني والله, بس في حاجه تانية لو في حاجه تانية. لا لاعب كوره طبعا. انت بتلعب كوره لحد دلوقتي؟ بلعب انا ركبتي اتشرخت قريب. بلعب خماسي بس بقى لي فتره كان بطل عشان ركبتي اتشرخت. بس كنت مواظب على ان انت تلعب فعلا يعني مهتم. بس هي بتعور قوي فانا عندي نفس المشكله. بقيت العب تنس عشان اخس, عشان التنس ما بيتعورش فهي سهله. بس انا يعني لازم 3 ايام في الاسبوع ببقى في النادي. يعني انا النادي جنب بيتي انت عارف. زايد جنب بيتي تجاري. وما شفتكش بقول له انت جاري. قال ما شفتكش. نفس الكومباوند على فكره. الاثنين سمعتكم. فثلاث ايام في الاسبوع لازم اكون في النادي بلعب تنس وقاعد. انا بحب اخش النادي الاهلي يعني خصوصا الجزيره. يمكن بروح اكتوبر اكتر. الجزيره تحس برضه هو النادي الاهلي. هو النادي البدايه يعني. هو شايف ازاي الماتش اللي جاي؟ يعني خلينا نتكلم شويه فني كده. وانت انا عارف انت كمان بتفهم كوره كويس قوي, وزي ما بقول دايما مشجع الثالثه شمال بيفهم كوره كويس. شايف المباراه ازاي فنيا يعني؟ بص هو طبعا الماتش الجاي ماتش صعب جدا, انت غيابات كتير قوي. انا هقول لك حاجه برضو, تعال نمسك الموضوع بشكل تاني عشان في نغمه يعني مش عجباني قوي بتاعت ان الاهلي فيه هزه واللي حصل مع رمضان واللي مش عارف ايه الفتره اللي فاتت يعني, والكلام اللي اتقال كتير ده. وفي ناس تقول لك تريقه كتير, يقول لك الاهلي بمن حضر الاهلي. لا هو الاهلي بمن حضر مش انا اهلاوي. وهقول لك ليه. يعني انا 2014 كنت في البرازيل انا وائل جمعه, لو تفتكر البرنامج اللي كنا عاملينه انا وائل. بالظبط كاس العالم. وجانا هشام وشيكو كان بيعملوا معانا حلقه. هشام وشيكو زملكاويه يعني زملكاويه. اوكي. وكانوا بيعملوا معانا حلقه وقاعدين, ف مع احترامي الكامل لرمضان لان رمضان اخويا الصغير وانا بحبه جدا وهو عارف ده. بس الماتش ده لو تفتكر هاني كان حتى ميدو هو اللي كان مدير فني لنادي الزمالك. واحنا فرقتنا انا مش عارف دول مين قسما بالله. انا هو اهلاوي جدا. ما تعرفش مين؟ ما اعرفش اسمه. رمضان ما كانش كان ده كان ثاني ثانوي لسه كده, كان لسه صغير جدا. كريم بامبو. ومش عارفين احنا اسامي. وفرقه الزمالك اجهز بكثير, مش تقليلا من نادي الزمالك, بس الاهلي بمن حاضر. مين اللي قال الكلمه دي ساعتها؟ كان وائل جمعه. انا بقول له وائل احنا النهارده, انا بقى اقرا تشكيل هاني مش عارف مين دول. طبعا فقلت مش عارف مين دول فعلا. انا مش بقلل من قدرهم. رمضان لعيب كبير وكريم لعيب كبير بس كانوا صغيرين ما حدش عارف. عيال صغار انا مش عارف مين دول اصلا. وائل قال لي هنكسب. احنا هنكسب. وائل جمعه. قال لي يا فهمي الاهلي بمن حاضر. فالناس اللي تقول لك ان عشان رمضان مشي او غير رمضان مشي او مش عارف ايه خالص. الهزه دي مش هتاثر على النادي في اي حاجه. احمد طب بمناسبه الموضوع ده انا عايز افكره كمان بحاجه باللي بيقولها وباكد عليها. فاكر لما لعبنا وكسبنا كاس مصر وكنا بنلعب بال 87 سنه 87 انت فاكر؟ أيوة. فرقه كامله مش موجوده وطارق خليل وحسام حسن وشمس حامد وطارق خليل ومحمد سيد وكان مين بقى كنا بنلعب الزمالك؟ مين ده؟ كابتن ابراهيم يوسف وكابتن فاروق. فالجمله اللي قالها وائل دي فعلا الاهلي بمن حضر. ودايما ودايما الماتشات دي كمان بتطلع نجوم يعني. انت الماتشات دي بتولد نجوم يعني. انا واحد من الناس اللي يعني الناس عرفتني عن طريق ماتش اهلي وزمالك. اكيد. فعايزين نقول ان المباراه ممكن يكون لها حسابات فنيه اخرى, لكن على مستوى النادي الاهلي دايما ده حقيقي. ده يعني دايماً يعني فكره ان حصل هزه في النادي او بتاع والله ما عشان اهلاوي. اي حد بيبعد عن النادي الاهلي هو الخسران تماما. مليون في المية. انا بتكلم. انت انت مشجع قوي يعني. انت يعني على اعصابك حتى اي موضوع بتاخده فعلا على اعصابك. احس كده. فانت كنت ناشر صوره يمكن من كام يوم بعد موقف رمضان صبحي تحديدا. وكنت ناشر التيشيرت الاسود اللي عليه رقم الشهداء شهداء الاهلي ال 72 رحمه الله عليهم كلهم. طبعا. يا رب. وكنت ليك كلمة كده أنت كتبتها. أنا بس عايزين نقول للناس اللي ما شافتش يعني السوشيال ميديا أو مش متابعة جيدة, أنت كنت تقصد إيه بده؟ كنت أنت عايز تقول إيه؟ أنا هقول يعني. أنت بتفتحيني في كلام ممكن يزعل الناس بس أنا هتكلم. أنت اللي جبت السيرة. أوكي ماشي. ماشي. بصي هاني رمزي مشي النهاردة من النادي الأهلي. النادي الأهلي مش هيتأثر.
محمود الخطيب مشي من النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيتاثر. ايوه مش هتحصل. ايوه في حاجات ما تقدرش تشتريها. شهداء النادي الاهلي، شهداء نادي الزمالك، مهما جابوا لعيبه، مهما جابوا طبعا، مهما سابهم لعيبه نادي الزمالك، حتى ما بيحصل العكس، محدش هيعوض الناس دي. الناس دي مش عايزه حاجه من النادي غير ان هي بتحبه. فده كلام في حاجات مهما تشتري مش هتعرف تشتريها. لو انت بتتكلم على، يمكن انا كنت قريت تويته قبليها لنادي بيراميدز يعني، اللي هو بيقول فيها علي معلول لعيب كويس قوي ربنا يخليه لك، ما اعرفش ده من الموقع ممكن تبقى في حاجات ممكن برضو فيك يعني، ممكن بس كان في شويه يعني مناوشات عشان برضو نتكلم احنا كوره. طب مهما انت اشتريت لعيبه ومهما اشتريت، في حاجات الفلوس مش هتشتريها عمرها. ومش بتكلم بس والله عن النادي الاهلي، النادي الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، مصري، اتحاد، النوادي اللي ليها جماهير. وده اللي انا كنت بقى لو انت بتكلمني بتكلم مع رمضان فيه. يعني ده لو انا بتكلم ان رمضان، والله العظيم فعلا انا بحب رمضان جدا وبعتبره زي اخويا الصغير، هو عارف ان انا بحبه جدا. لكن رمضان صغير، عنده 22 23 سنه، راجل نجم وامكانياته كبيره جدا، بس هو حسبها غلط خالص. انت دلوقتي حتى لو في فرق في العقد كبير، لعيب بامكانيات رمضان صبحي المفروض ان طموحه ان هو يلعب في مصر سنه مش 3 سنين. ده حقيقي. فما تبصش على توت العقد، بص على الفرق في سيزون واحد. دلوقتي انت بتلعب في النادي الاهلي، اعلاناتك عامله ازاي؟ كان لسه حتى الاستاذ ابو معاطي زكي كان بيتكلم في النقطه دي واتكلم فيها حلو قوي. اعلاناتك عامله ازاي؟ رمضان دخله في السنه ونص دول اعلانات على حس النادي الاهلي قد ايه؟ لو دخل ربعهم بس على العقد اللي انت واخده من النادي الاهلي هتعدي في حته ثانيه. مع عدم قطع كلامك يا احمد يعني انا بكلمك حتى من وجهه نظر رمضان. أيوة مش بتكلم ان انا كاهلاوي، انا هفكر معاك بوجهه نظر رمضان كمان، ان العرض النادي الاهلي مش قليل. انت بتتكلم كمان على العرض النادي الاهلي مش قليل، بلس بقى الحاجات اللي انت بتقولها انك جوه مؤسسه، ممكن جدا من خلال المؤسسه دي يجي لك اعلانات، يجي لك بونص، يجي لك يعني ده يعوض لك حاجات ثانيه برضو. انا تعالى نتكلم على ان انا مش اهلاويه، والله انا بتكلم لمصلحته هو، فاهم؟ انا بتكلم لمصلحتك انت يعني انا حتى بعيب اكتر على الناس اللي حوالين رمضان، ومش قصدي شريف على فكره عشان الناس ما تفهمنيش غلط. امال قصدك مين؟ انا بتكلم ايا كان مين اللي اخد له القرار. رمضان لسه صغير وخبرته قليله. فانت دلوقتي رايح لنادي كمان غير جماهيري على الاطلاق، مع احترامي الكامل لنادي بيراميدز وكلهم اصحابي سواء عمر جابر ولا على انستجرام اهي قدامنا. ايوه طبعا، عشان بس اللي ما شافهاش والناس تفهم احنا بنتكلم عن ايه. فانت كنت تقصد انه النادي الاهلي اكبر بكتير من اي مبالغ ماليه. في حاجات مستحيل تشتريها، في حاجات ناس ماتت عشان النادي الاهلي، في ناس ماتت عشان نادي الزمالك، هتشتريهم ازاي دول؟ مش هتعرف. مش هتعرف لو انت مين، مش هتعرف تشتريهم. فانا اللي بقوله لك ان في الاخر ان رمضان حسبته، كنت اتمنى من الناس العاقله اللي حواليه، عشان والله ما عشان النادي الاهلي. طب هو ما يعرفش الكلام ده؟ سيبك من الناس اللي حواليه، هو ما يعرفش ده؟ لا ما هو ممكن خبره. خلي بالك هو لا هو. بصي رمضان، انا بسال، مش على فكره مش بقول يعرف، انا بسال. لا انا بقول لك هو رمضان كمان صغير في السن بالظبط، وفي المراحل والقرارات الكبيره ديت مهما كان يعني. انا في اعتقادي، وعندنا امثله كتير مش عايز اقول اسماء لعيبه، في فترات معينه وهم في سن صغير بياخدوا قرارات بعد كده بسنين طويله تيجي تساله يقول لك انا ندمت لو كنت بفكر دلوقتي. طب انت عندك امثله في الوقت القريب. طب ليه ما نقولش اسامي؟ ده حتى يعني واحترمته جدا على ده، عصام الحضري بالظبط، واحترمته لان هو طلع واتكلم بمنتهى الصراحه مزبوط. وقال كنت اتمنى ان ده يرجع ومش عملوش تاني. وفي نفس الوقت تعالى اتفرج على عقليات زي ميدو مثلا. يعني ميدو ممكن ما نبقاش اصحاب قوي او قريبين، بس ميدو كعقليه، ميدو دماغه كويسه طبعا جدا جدا جدا. ميدو عمل ايه؟ عمل كل حاجه بره، عمل كل حاجه، ولعب في انديه كبيره جدا بره، وجه في الاخر اتحمى في مين؟ اختار الزمالك، جمهور الزمالك. جمهور كبير وقف على ارضيه صلبه. انت يا رمضان بدري قوي، 22 سنه، بيراميدز ده بيتراح وانت عندك 35 وانت عندك 36. مش قصدي والله تقليلا ولا من عبد الله ولا من عمر، كل دول اصحابي وحبايبي طبعا، بس في الاخر مش دلوقتي. ده انت لعيب كلنا كنا باصين لك هتلعب سنه، واحنا اللي بنقول لك امشي وسيب النادي الاهلي بس روح حتى اوروبا، اطلع احترف، خد طريقك يعني. فيمكن هم عندهم وجهه نظر ثانيه الناس اللي حواليه. وبرده حاجه عايز اوضحها بدون دخول في تفاصيل يعني، لان انا كنت بشكل او باخر انفولفد يعني في الموضوع في الثلاث اربع ايام اللي كانوا سخنين دول. نادر شوقي وكيل اللاعب سابقا ملوش اي علاقه باللي حصل حقيقي. انا نادر اعرفه وهو فعلا ملوش اي علاقه، ونادر كان مستقتل لاخر لحظه، وحتى بعد اعلان النادي الاهلي ان رمضان يفضل في النادي الاهلي. ده شهاده ربنا والله، انا يعني
لان انا في الاول برضو كنت شاكك زي احد يعني هو وكيل رمضان، لكن لا الحقيقه الراجل كان لحد اخر لحظه عايز رمضان في الاهلي. لا ده كم اكد كمان عليه هو رمضان نفسه اكد الكلام دوت ان هو كان مستني من نادر انه يجيب له عقد اوروبي. وانت عارف خلي بالك برضو انك تجيب عقد اوروبي في نادي معقول في البريمير ليج حتى في وسط الدوري الامر صعب. مش سهل صعب مش سهل صعب. وخاصه كان في توقف نشاط، فطبعا نادر ما قدرش يجيب له العرض ده. فرمضان حسبها وده يعني قال لك لا طب ما هو نادر مش عايز يجيبني عشان عايز يقعدني في النادي الاهلي. فكمان هي لو فلوس انت في النادي الاهلي حتى لو انت بتقول عرض كويس يا هاني كنت هتاخد نفس الفلوس، انت كنت رقم واحد اعلانات في النادي الاهلي. احمد كان بياخد اكتر من اللي بياخده بره يعني انا بتكلم فعلا يعني كان ممكن جدا هو سوء تقدير وسوء تخطيط. وده برضو مش رمضان بس، اي موهبه عندنا للاسف في حاجات كتير قوي بتموت وبتطفي. يعني والله ما اقصد انت يعني مثلا انا كان بالنسبه لي من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر ابراهيم سعيد. ده حقيقي امكانيات لعيب كوره مع سوء تخطيط وسوء اداره لنفسه يعني. هو ممكن يكون المحيطين يعني عامل مساعد في اختياره 100% يعني انا مش عايز اتكلم عشان ما تفهمش ان هو شريف. انا بص بقول لك الاسامي لان انا الناس اللي عماله تقول شريف الناس اللي عماله تقول علي صقر مع شريف او رمضان يعني تواصلنا من يعني كريم اخويا اللي اتكلم مع رمضان بس انا كريم يعني اللي اتكلم مع رمضان وانا كنت بتكلم مع نادر الفتره دي. طب انت ليه ما اتكلمتش مع رمضان؟ ما كنتش حابب يعني ما كريم اتكلم معاه يعني بس ما كنتش حابب قوي يعني انا كان حابب اشوف عن طريق نادر لان نادر المفروض انت لما تكلم حد يعني مش عايز اخش في كنت مش عايز اخش في متضايق والله متضايق له هو مش النادي الاهلي والله متضايق النادي الاهلي مش هيتاثر بحد يعني النادي الاهلي عنده في المكان كتير وفي ناس كتيره وهفكركم ان طاهر محمد طاهر ده هيبقى في حته طبعا لعيب كويس حتى غير كده خلينا نتكلم بكل امانه وهنكررها ونفضل نكررها فعلا الاهلي بما حضر وان النادي الاهلي ما بيقفش على حد وفي امثله اصل هنقعد نقول امثله في امثله كتيره جدا فالامور صح. واضحه لكن هو بيبقى قرار في وقت معين. انا رمضان يعني حبيبي رمضان كان اتمرن معايا وكنت رحت له انجلترا وكان بيتكلم في فتره صعبه جدا يعني هو غلبان جدا على فكره طيب قوي يعني بقول لك رمضان هايل شخصيه كويسه طيب يعني لكن في قرارات بتبقى ساعات غلط. فهو حتى رجوعه للنادي الاهلي وعايز اقول لك برضو المعلومه ان النادي الاهلي وقف جنبه كويس. النادي الاهلي جيب يعني في وقت صعب هناك انت ما كنتش بتلعب بصراحه وعندك اصابه هناك النادي الاهلي جابك وعالجك وبعدين لعبت منتخب اولمبي وظهرت بشكل اكتر من رائع. فكل ده يحسب للنادي الاهلي ورمضان. انا بالنسبه لي اتمنى له التوفيق يعني خلينا نتكلم بكل امانه انت خد قرار من وجهه نظري خطا لكن على الجانب الثاني بتمنى له التوفيق وربنا يوفقه في مستقبله لان النادي الاهلي كيان ومؤسسه مش هيتاثر باي حد يمشي لا يعني. طبعا انا بقول لك ده لو كابتن خطيب نفسه مشي من النادي الاهلي النادي الاهلي مش هيتاثر. النادي الاهلي حاجه والاشخاص والافراد دي حاجه ثانيه خالص. يعني فكره برضو يعني فكره اختياراته اختياره للنادي برضو انا مش انت هو اللي مضايق لا والله العظيم مع احترامي الكامل لنادي بيراميدز مع احترامي الكامل بقول لك كلهم اصحابي وعمر جابر صاحبي وعبد الله حبيبي وكل الناس بحبهم فعلا بس نادي جماهيري. طيب الاهلي مختلف ازاي عن اي نادي؟ ان احنا قاعدين اهو في قناه النادي الاهلي وبنشكر في نادي الزمالك وبنتكلم بحياديه جدا وبننتقد نفسنا وبس. برافو بحييك والله على الاجابه دي. ده حقيقي عجبتني طبعا لان ده اللي بقوله دايما ان احنا على فكره كابتن دايما كابتن محمود الخطيب بالرغم ان في بعض الناس تقول لك لا لازم ياخد موقف عنيف ولازم يعلي صوته لا 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 المنهج بتاع النادي الاهلي وكابتن مختلف. محمود الخطيب ان احنا مختلفين يا جماعه مبادئ. احنا مختلفين مش مختلفين ان احنا الافضل والاحسن خلينا نتكلم بكل امانه في اختلاف احنا ماشيين عليه بتتغير الاشخاص بس السيستم ثابت. يعني انت مهندس محمود طاهر ماشي جا كابتن محمود الخطيب بمنتهى الشياكه ده سلم ده والدنيا بالراحه جدا. كابتن حسن حمدي هي كابتن صالح سليم هي هترجع تاني كابتن عبد صالح الوحش هي السيستم بيتغير هو النادي هو احنا هو حتى كجمهور ثقافتنا ما بنتعلقش لحد بقى النادي الاهلي يعني انا فاهم انت فاهم قصدي ايه يعني اقول لك حاجه بص احنا هو بنتكلم انا ليه مثلا ما فيش عندي صدمه جامده قوي رمضان يعني برضو ما مش مصدوم يعني في موضوعنا انت زعلان شفت حسام ابراهيم احمد انت زعلان له يعني حسام ابراهيم مشيوا من النادي الاهلي اللي هم
معجونين في النادي الاهلي. احنا كنا في حد كان في جمهور الاهلي يعني في حد كان محبوب لجمهور الاهلي زي حسام ابراهيم؟ لا طبعا. وعلى فكره برضو عشان احنا بحقانيين في جزء كبير جدا هو احنا اللي سبناهم، هم يعني ما مشيوش وسابوا النادي الاهلي عشان نتكلم بمنتهى الامان. بس في الاخر انت متعود كجمهور ان انت بتشجع الكيان مش بتشجع اشخاص، حتى لو هو محمود الخطيب. ده حقيقي. صحيح. ده حقيقي. يعني تحترم الكل لكن انت في الاخر بتشجع الكيان بتاعك. ده حقيقي. يعني انا بقول لك على الجانب نتكلم بقى شويه فني. اتفضل. ماشي. بس هو كان متاثر. انا عايز انا بس هو موضوع انا بقول لك انت زعلان له مش والله العظيم النادي. والله انا بحلف والله العظيم انا زعلان على رمضان. ربنا يوفقه ويكتب له الخير وكل حاجه. زعلان على رمضان لان فعلا اللي فكر له ظلمه جدا. ظلمه. اللي اختار له ظلمه جدا. يا جماعه نادي بيراميدز احنا ممكن نصحى الصبح ما نلاقيش نادي بيراميدز. انا عارف ان انا بقول كلام تقيل. مع احترامنا طبعا مع احترامي لكل الناس. وممدوح عيد على فكره صاحبي جدا حبيبي. ممدوح حبيبي وصديقنا وكل حاجه. انا عارف انت بتتكلم في مؤسسه، بتتكلم في مؤسسه، بتتكلم في كيان، بتتكلم يعني كل الاحترام لكل الانديه طبيعي. لكن انت بتتكلم في نقطه ان دي مؤسسه، انت منتمي لمؤسسه ومنتمي لكيان ومنتمي لقاعده جماهيريه. انت بتتكلم في نقطه مهمه، الجماهير. انت هتروح تحترف هتقعد. ورمضان لعيب جماهيري يا كابتن. بالظبط. والجماهير بتحبه. في فرق كبير قوي. الجماهير بتحبه. وبعدين انت مثلا في ضغط جماهيري هيحصل على رمضان. طبعا انا مش حابب ان اي حد يبقى عليه ضغط جماهيري ولا يبقى فيه قله ادب ولا الكلام ده. لما تيجي تحسبها مثلا على عبد الله السعيد. عبد الله عنده كام سنه؟ 35 36 حكم 34 36 سنه. 36. والراجل راح وامن مستقبله ويحترم ونشكره على الفتره اللي اضاف النادي الاهلي. لكن هيقدر يستحمل سنتين ضغط. وعبد الله كمان طبعه هادي وبارد جدا ودي حاجه حلوه. انت رمضان قدامك 13 سنه كوره. ايوه. هتستحمل كل ده ازاي؟ احمد احنا عايزين نفكك من الضغطه دي بجد ونغير الموضوع. يلا فعلا يلا فك فك فك. ما يستحملش اكتر من كده. وعايزينك تقول الو. الو الو الو. سايباه انت يعني وعماله تهزري وتفزري براحتك وسايباه هو يزعل في الكوره ومناقشات على الفيسبوك وعلى الانستجرام يا هنا. والله هو يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه. اقول لك مساء الخير الاول. مساء الخير يا كابتن. ازيك اخبارك ايه؟ منوره البيت الكبير. شايفه العصبيه والشد عامله ازاي على النادي الاهلي؟ يعني ده بتشوفي الكلام ده ازاي؟ انا والله انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا انا ماليش خالص في الكوره. احمد خلاني يعني اهلاوي بعشق الاهلي والله. هي كانت زملكاويه الاول على فكره. بصي بقى اللي انت بتقوله سمعتي. بس الكلام ده حقيقي. ما كانتش مهتمه بالكوره. خليها كده. ما كانتش مهتمه بالكوره. هي اهلاويه دلوقتي. لا والله العظيم انا اصلا ما كنتش عارفه قوي يعني اللعيبه بتاعت الزمالك يعني في الاول. فكنت كده كده ما كنتش يعني مش بعرف خالص في الكوره الصراحه. بس هو اول ما عرفني قال لي من الاخر كده انت هتبقي اهلاويه يعني والله انت هتبقي اهلاويه. ده شرط. دلوقتي بقى بقيت اقعد معاه اقعد اتكلم بقى اللعيبه اسمهم ايه وبقيت بقى بقعد اتفرج ساعات معاه على الماتشات. هو اول ما بدا الكلام كان بيقول انا بنام على البرنامج اي برامج رياضيه ولازم افتح الفيسبوك واشوف البرامج يعني الناس بتتكلم ازاي في الكوره. انت بتتعاملي بجد مع ده ازاي؟ والله بقيت مش احسن مش دلوقتي بقيت بقعد اكلمك في الكوره ساعات. مش سامعك اصلا. بتقول لك ساعات دلوقتي بتقعد تتكلم معاك في الكوره يعني خلاص. على فكره مثلا مشكله رمضان دي كانت متابعاني يوم بعد. طب عايزين نسمع رايك ايه في رمضان. متابعاه جدا. كان هو اصلا يعني محموق قوي يعني وقت رمضان صبحي كان محموق قوي. وكان عايزه اقول لك على حاجه. كان بيصور اعلان والله العظيم كل شويه يكلمني يقول لي انا كلمت مش عارفه مين. انا مش كان مش مركز. انت هتفضحينا بقى في لا طبعا الموضوع يخلي بالك. الموضوع كان مفاجأة للناس فعشان كده الناس كتير اتفاجئت. يعني كان في مفاجأة للناس وهو كمان كان بيشتغل. فما يعني انا كنت رحت اليومين دول اعلان اصلا ما كانش مركز في الاعلان تقريبا. كان مركز مع الاهلي. على اللي حصل يعني. يعني بقى كنا بنتكلم وكده. بس انتوا صحاب يا هنا في البيت. انا بلاحظ كده يعني انتوا صحاب اكتر ما متجوزين. صح؟ صح. هي دايما بتقول الكلمة دي. دايما بتقول الكلمة دي. تقولي حاسه ان انا ما اتجوزتش احنا اصحاب وعايشين مع بعض في البيت انا بحس فعلا كده. العلاقه يعني مش متازمه قوي اللي هو زوج وزوجه. طبيعتكم وشخصياتكم يعني رايحه للصحوبيه اكتر.
اه والله فاهم بالظبط، انا بفضل على طول اقول له كده يعني، بس اقول انت له يا هنا برضو سكر يعني، ويعني عارفه يعني الواحد يعني اللي عايش معاكي في البيت ده لازم برضو يعني يدلعك ويبقى صاحبك وكده يعني، ياخدك على الهادي دمك خفيف قوي. هو واخدني على الهادي. اه والله بجد. ودايما العلاقات الغير روتينيه هي اللي بتنجح يعني، دايما لما بتتحط العلاقه حتى علاقه الزواج لما بتتحط في الشكل الروتيني وخلاص بقى يعني بتاخد المساله انه بقى جواز وروتين فبيمل الموضوع بيبقى انما لو شوية. لو انت فاكر والدنيا لذيذه بقى لا ايوه عايزين بس فاكر. هي عامله دلوقتي كيوت وبتاع، لا هي برضو هنا مش لا سهله. لا مش عامله كيوت والله. طب يقول لنا الوش الثاني يا لهوي. لا قول كده والله. انا عمري في حياتي ما حد عرف ياخد حقه مني زي هنا والله العظيم. ثلاثه هي اللي بتعرف تاخد حقها منك، بتعمل اللي هي عايزاه. اه عندها يعني عندها تصميم واراده ان هي توصل اللي هي عايزاه لحد ما تزهقني، وبتعمل اللي هي عايزاه في الاخر. انت برج ايه هنا؟ انا برج الجد. الجدي ترابي. اه وانت ايه؟ عقرب. عقرب بس هو العقرب على فكره هو اصعب. لا هو اصعب فعلا. انا اصعب طبعا. لكن ده كويس يا احمد، تلاقي شخصيه تعرف يعني تعرف تاخد منك من غير حتى ما تزعلك، ده كويس يعني. عندها طريقه و اسلوب حياه بيبقى ده مهم. ايوه ايوه ده مهم. هي بص هي هنا كمان هو اهم حاجه في الست بالنسبه لي يبقى دمها خفيف. هي هنا بتضحك جدا فده مخلي اليوم لطيف. وشخصيه طفوليه كده يعني، ما هو ما والله العظيم انتوا فاهمين، هي اللي مسيطره على كل حاجه والله. انا اللي مسيطره صح؟ ايوه ده كلام كبير. لا ده كلام كبير بس دي حاجه حلوه والله. لا طب المفروض انت تكوني سعيده بالكلام دوت يعني، مش حاجه مش عيب. انا سعيده بس والله لا مش مسيطره والله. هل انتوا اشتغلتوا مع بعض؟ يمكن اخر عمل كان الواد سيد الشحات. ايوه كان اخر عمل. مفيش بعد كده تعاون ما بينكم؟ وبعدين انتوا اصلا انتوا الاثنين عاملين ازاي لما بتشتغلوا مع بعض؟ بتتصدموا يعني بتتصدموا ولا بجد متعاونين ولا ايه؟ مره واحده بس صح؟ انا عايزه اقول لك الواد سيد الشحات، انا كنت داخله بقى احمد وبتاع وكده، اكتشفت ان هو في الشغل لا ده بيقعد في الاوضه لوحده قافل علينا بابه ما بتساعدهاش. لا بساعدها جدا جدا. وبيمسك السكريبت يقعد يفر فيه وهنعمل كذا، وكان دايما يقول لي حاجه بصراحه اتعلمت منه حاجه. بس انا اقول لك حاجه يا احمد اتعلمت منك، ان كان في حاجات انا بخاف اعملها في يعني في التمثيل، يعني مثلا كنت مش جريئه قوي ان انا اقول افيهات ولا الحاجات دي. كان اقول له لا شيل الجمله دي، شيل مش عارفه ايه، يقول لي اسمعي كلامي وهتقوليها كده، لا يا هنا هتقوليها بالطريقه دي. لا يا انا كنت عمري ما هعمل كده يعني، كنت عمري ما هقول الحاجات دي بالطريقه اللي هو بيقول لي اعمليها. بس الصراحه لما عملتها لا حسيت لقيت الفيدباك حلو، فرقت معايا. بقيت اجرأ يعني، في حاجات انا كنت عمري ما هعملها خلاني اعملها في المسلسل في الكوميدي جدا. مش هتتعود. هو اصلا احمد بالنسبه لي يعني توب يعني، انا بعيدا عن انا اصلا يعني مراته وكده، بس انا فعلا والله العظيم انا بالنسبه لي هو يعني التوب. حبيبتي انا والله يعني والله بس انت قلت اتصدمت. قول حاجه يا احمد، قول حاجه يا احمد. انا هتكلم والله هتكلم. انت قاعد ساكت ليه؟ قول. انا هنا شهادتي برضه هتبقى فيها مجروحه يعني. بس يعني انت عارف انا صريح جدا والله وما بجملش كلامي. عارفين ده عنك. هنا دلوقتي 26 سنه وصلت لمستوى نجاح لسه في كتير، ولسه عندها اكتر من كده، ولسه تكتسب خبرات اكتر، لكن وصلت لمستوى نجاح وقاعده جماهيريه من التينيجرز واللي تحتيهم الاطفال والمرعبه. هنا انا بتوقع ان هي والله مش عشان مراتي خالص، خمس ست سنين الجايين هتبقى في حته لوحدها خالص خالص. انت عارف اللي حلو في الموضوع ان انت بتتكلم كده عن هنا الممثله وانت كمان ممثل، فممكن يعني ايه في ساعات كده تلاقي مثلا ايه حتى مش في الفن في اي مجال الاثنين شغالين مع بعض. انا مش عايزك احسن مني. طب ما تقعدي في البيت يعني. عارفه ده ساعات ده يعني غالب، ده الغالب. العلاقه اللي هنا مش كده، فده دي حاجه كبيره. اقول لك على حاجه يا فهم، هو بيتحمل قوي ليا لما مثلا يجي لي عمل مثلا يقول لي لا انت قيمتك اكبر من كده، لا يا هنا ده رايي وخدي برايي او بتخسيش يعني. ما هو ده المانجمنت اللي كنا بنتكلم فيه بالظبط. بيبقى يعني محموق قوي، وبيبقى يعني بيبقى عايز يكبرك. حبيبتي بصراحه يعني. طب انتوا هنشوفكم تاني امتى؟ لا عايزين كمان نشوفهم. ايه الدور اللي انت يعني مستني بقى انك انت وهنا مع بعض يعني. ايه الدور ايه الشخصيه يعني؟ هقول لك امتى. هو هنا ان شاء الله عندها مسلسل ان شاء الله يتعرض اوف سيزون بره رمضان، وعندها فيلم هيبقى حلو قوي.
يعني متحمس له جدا الفيلم ده. ان شاء الله تخلص هي المرحله دي وهنجيب فكره حلوه قوي تبقى احنا الاثنين. انت بتفكر في ايه؟ ايه الفكره اللي انت حابب انك تشوف فيها، تشوف مع بعض فيها؟ يعني اكيد عندك تصور ولا لسه ما جاتش؟ يعني ما اقدرش اقول لك يعني تصور معين، بس هي دايما الناس هتبقى حابه تشوفك في القالب بتاع الزوج والزوجه، مراتي مدير عام، الزوجه 13، مش عارف الحاجات اللي هي فيها مصداقيه شويه على الحياه الخاصه يعني، وتعملها بقى اب تو ديت يعني بالوقت اللي موجود دلوقتي يعني. لكن ان شاء الله اللي جاي هنا بس مش دلوقتي، هي تخلص المرحله دي ان شاء الله. دي مهمه قوي، اهم من انها تشتغل معايا اصلا دلوقتي بكتير، لان هي داخله على حاجات بتاعتها لوحدها. ان شاء الله تعديها، وواثق ان هي هتكسر الدنيا يعني ان شاء الله باذن الله. ابويا مشي هنا ولا قاعد؟ لا لسه قاعد، ممكن قاعد فوق. تلاقيه مبسوط قوي. انا وهو بنتفرج بصراحه على البرنامج. هتتفرجي على الماتش فين يا هنا؟ ماتش الاهلي والزمالك هتتفرجي عليه فين؟ في المكتب برضه؟ لو اتفرج في البيت هتفرج، بس هو بيحب يتفرج في المكتب. ما هو قال هيتفرج يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله ان شاء الله. يعني يا رب يا رب. من قلبك. ايه مش لا والله من قلبك. والله اهلاويه. لا اهلاويه جدا دلوقتي، اهلاويه جدا يعني. والله اهلاويه. ان شاء الله المكسب للنادي الاهلي. طبعا تشرفنا بوجودك معانا، وان شاء الله تكوني موجوده لايف كمان معانا. سلمي على حماكي. حاضر اسلمك عليه وقاعد جنبك دلوقتي. طيب مش سلامات. شكرا ليك. وان شاء الله نكسب ونفرح الناس ونفرح الجمهور الكبير اللي بالملايين، جماهير النادي الاهلي. دي علاقه حلوه قوي وعلاقه مميزه الحقيقه، وتاتشود يعني، عشان بس ايه ما تقولش ان لا تاتشود. ويعني هنكمل معاك معانا بس فاصل. اتفضل. فاصل قصير كده ونرجع نكمل معاك يا احمد. اتفضل. لسه في حلقه خاصه جدا وليله خاصه جدا من ليالي البيت الكبير، مشرفنا ومنورنا الكابتن احمد فهمي. مشرفنا وبنرحب مره ثانيه بيك في البيت الكبير يا احمد، واحنا سعداء جدا بوجودك. كنت عامل لنا حلقه كده فعلا خاصه يعني، حتى تحت الهواء واحنا بنتكلم كده. والله انا اتشرفت يعني. انا بحبك اصلا، ده حقيقي. وانا يعني ربنا يخليك. انت عارف وحبيتك اكتر لما قلت كنت بتتفرج عليا، فطبعا حبيتك. أيوة طبعا حبيتك طبعا يعني. فلا طبعا سعداء بوجودك معانا يا احمد. واحنا سالنا الناس يعني برضو، لو كنتوا شايفين احمد فهمي لعيب كوره، ممكن شايفين الناس شايفه بتلعب في مركز ايه؟ انا عرفت طبعا يعني، بس نسمع الناس بتقول ايه على احمد فهمي لو بيلعب كوره هيبقى في مركز ايه. الحرب العالمية الثالثة على فكرة كان بيلعب في مركز كده ما اعرفش، بس هو كان اسمه خميس كوكا، كان لعيب قوي. مهاجم. مدافع. مدافع. مدافع حلو. مهاجم مثلا. مدافع. يلعب خط وسط. مهاجم. ممكن نخليه مهاجم. في الجون هيبقى حلو. في الجون. مدافع. يلعب مهاجم. الدفاع. ممكن يكون يلعب ديفندر. مهاجم. إيه؟ مدافع. جول. وسط ملعب. هو اللي جابها صح. وسط ملعب. وسط ملعب. وسط ملعب مدافع يعني وسط ملعب مدافع. هو ممكن العب برضه سيرد باك، ممكن العب كده. بتلعب لحد دلوقتي لو لعبت بتلعب في المركز ده؟ يعني دايما بلعب كده يعني، حتى بنروح نلعب كوره انا واحمد حسن وبتاع، يقول لي تعالى معايا. لسه كنت. ايوه قول لي بقى فرقتك انت. احمد حسن بتلعبه دايما يعني؟ كنت بلعب مع احمد كتير وكان مع بلال، بس احمد دايما بيبقى واخدني في فرقته، يقول لي خبط. انا عارف احمد على طول طاير في الكرة قدام. عايز حد يلمه. عايز بالظبط كده. ما كان بيقول لي نفس الكلام، بيقول لي بص بقى استنى انت بقى عشان ايه، ولا احمد عايز ياخد الكرة يستلم الكرة من تحت ويمشي بيها ويطلع لقدام. هو احمد حسن. احمد حسن وبنفس الجديه. لعيب ربنا رائع يعني. طبعا نجم كبير يعني. بس انت ما شفتش نفسك في مركز تاني يعني؟ واحنا صغيرين دايما بفتكر ان انا كنت نفسي العب اجيب جون والعب مهاجم يعني. لفيت وانا برضو لفيت. لا المركز نفسه انت ما شفتش، ما جربتش تلعب راس حربه؟ ما بقول لك لفيت يعني. لفيت البوزيشنز كله. ما انت وانت صغير برضو مفيش حاجه اسمها هاف ديفندر يعني، فانت ملعب صغير، فانت بتلعب اخر واحد في الملعب. يعني بتلعب اخر واحد. فلما بقينا نلعب حداشرات بقيت العب مساك الاول، وبعد كده بقيت في نص الملعب ديفندر، ساعات العب باك رايت، لان باك رايت برضو اسهل يعني. اسهل عشان لو بتلعب على الخط بتلعب على الخط، بتستلم ظهرك على الخط ظهرك يعني فاهم، الدنيا اسهل شويه. لعبت شويه ليبرو برضو. اوكي. مكانك
بس طبعا الديفندر كانت اصعب بكتير عشان انت لعبت الاثنين برضو. انت لعبت في 98 انت كنت في نص ملعب وفي نص ملعب لعبت. اي انا فاكر كويس. انا عارف هي الاصعب فعلا يعني اصعب الأصعب. بتستلم ومكشوف من كل ظهرك كمان يضغط عليك واي كره تتقطع مشكله. ايوه طبعا مركز مركز صعب مركز صعب. السينما استغلت كرة القدم. كرة القدم المعروفة بالشعبية الأكثر والنجاحات فيها والتألق، ويمكن النادي الأهلي احنا عندنا يمكن أفلام 4-2-4 يا رب ولد صح طبعا. يعني أفلام كثيرة جدا، والحقيقة كان دايما فنلة النادي الأهلي، ويمكن أنا دايما بشوف أن رجل فقد عقله رجل فقد عقله طبعا أحمد. أنا بشوف أن الأفلام دي فعلا لما بتحط التيشيرت النادي الأهلي هم بيستغلوا الرقم واحد بالأفلام دي علشان تنجح فعلا. والله مش بقول كده عشان أنا في الأهلي، هي دي الجماهيرية اللي كنا بنتكلم فيها. رمز للتألق، رمز للتفوق، هو التيشيرت النادي الأهلي لما بتحط في الأفلام دي بيحقق الجماهيرية دي. أنت انا عارفاك ان انت فعلا مؤلف وسواء فردي او جماعي، بس انت فعلا ما فكرتش الحرب العالميه الثالثه كان بيتكلم في كوره، ما فكرتش ان انت تعمل فيلم بيتكلم عن الكوره بس؟ محمد امام عمل وانت لا انت كابتن مصر. انا انا دايما بشوف بس التنفيذ في افلام الكوره عشان يطلع واقعي قوي. لو انت بتتكلم فيلم جد مش كوميدي فصعب جدا. صعب جدا لان انت حاجه شايفها طول الوقت قدامك حقيقه فالمحاكاه بتاعتها وبقيت انت داخل في كواليسها بقت صعبه قوي. لكن امام مثلا عمل فيلم كابتن مصر ونجح. محمد صح. محمد عمل ده والعالمي يوسف برضو عمل أشريف. فيلم وكان حتى مش كوميدي يعني كان فيلم كان لا كان لكن بس ارقام. انت عشان تستغل النادي الاهلي ارقام. انت في الاخر اعلانك لو انا النهارده شركه ما بتكلمني عشان اعلان حسب ارقامي حسب انت محقق ايه اكيد. فانت لما تستغل اسم النادي الاهلي عشان ارقام تاريخ شعبيه في الوطن العربي طبعًا. كله طبعًا. فكل ده بيترجم فلوس. بس دي النقطه اللي كنت بتتكلم فيها ان الموضوع يعني بتتعامل مع مؤسسه وعندك كيان بتتعامل معاه بشكل كبير انت جدا. هتلاقي والله يعني بص انا بكلمك عن النادي الاهلي وهبقى متحيز النادي الاهلي، بس تعالى برضو نتكلم هتلاقي النادي الزمالك برضو طبعا اكيد. يعني نتكلم على المؤسسات مش طب غريب في بيتي طبعا مش حتى طبعا افلام فيلم عظيم والله يعني فيلم حلو قوي حتى الاسامي الكبيره يعني في النادي الزمالك هتلاقي كابتن حسن شحاته لحد النهارده نجم مظبوط طبعا يعمل اعلانات يعني راجل ربنا يديله الصحة راجل مبطل بقاله 30 سنة بس هي كل الحاجات أرقام. فلما تروح دايما للحاجة الجماهيرية حتى لو في السينما انت بتلعب بقى حاجة كسبانة. طب سؤال بقى بجد وعلى الهوا دلوقتي نختبر بقى ايه سرعة بديهتك. ها ماشي. انت دلوقتي لو بتعمل فيلم عن النادي الأهلي بس طبعا على يعني انا وهو الأبطال يعني انا البطلة وهو البطل يا سلام. ده شرط أساسي الدنيا. في الفيلم بجد هتعملوا ايه؟ الفكره اللي ممكن تيجي على بالك تعملها عن النادي الاهلي فيلم قصه فيلم احكي من 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 وجهه نظر او من خلال شخصيه كابتن صالح. كابتن صالح سليم رحمه الله عليه ان هي اكتر شخصيه مؤثره واكتر شخصيه لو اترجمت سينمائيا يعني شخصيه سينمائيه قوي. هتاخد ايه من الشخصيه؟ يعني الشخصيه كلها طبعا فيها حاجات كتير جدا لكن انت لو بتترجم شخصيه النادي الاهلي بشخص في شخص هيبقى كابتن صالح. يعني هو كيان النادي الاهلي بيمثله لو انت قلت كيان النادي الاهلي ده هتمثله في شخص يبقى كابتن صالح شخصيه كابتن صالح سليم. وهتلاقي كل يعني هتلاقي انا مثلا ايه اللي هو يعني يا كده يا لا يعني دايما الاهلاوي هتلاقي عنده يا كده يا لا مفيش لو دراع يا ده هيحصل مش هيحصل على كل المستويات. حتى كنا بنتكلم انا وانت في الفاصل على المسلسل والمشكله اللي كانت حاصله لي في رمضان اللي فات رجلت البيت وهندخله دلوقتي بس يعني انا بنتكلم فيها بس هي فكره ان انت واضح وصريح مع نفسك وما بتتاثرش بالناس اللي عندهم رغبه في القتل. ما هو خلي بالك انا ممكن انتقد هاني رمزي عشان مش عاجبني وممكن بنتقده دلوقتي عشان انا عندي رغبه في القتل المعنوي مصلحة عامة. مهم قوي انت كبني ادم وشخصية عامة بتشتغل لعيب كورة وبتشتغل ممثل تفرق عشان تقدر تسمع النقد اللي هيخليك تدوس قدام اللي في البناء وتتجنب تماما اي حد يرغب في القتل ده. سيبه على رأي استاذ محمود حميدة يعني دي كلمته دايما فاهم. فاللي بقوله لك لو انت بتقول لي النادي الاهلي بتعمل ايه ده هلعبه طبعا من خلال شخصية كابتن صالح سليم.
ما جاش ولا هيجي زيه. وشخصيه مؤثره جدا طبعا. طب بجد ما تفكر بجد تعمل حاجه زي هم كده. كان مش للاجيال دي، مش للاجيال دي يا احمد، للاجيال اللي احنا دايما لما نيجي نتكلم انا وكابتن هاني نقول عشان العيال الصغيره تعرف، عشان الجيل اللي طالع يعرف. ليه بجد ما تفكرش تعمل حاجه زي كده بجد؟ دكتور محمد العدل تقريبا العدل جروب كان في مشروع كانوا بيفكروا في حاجه زي كده. كان في مشروع قبل كده من زمان، من فتره. طبعا هم العيله عندهم نصها نصها زملكاويه. دكتور محمد واستاذ رمزي صح؟ رمزي العدل ومنال العدل اختهم، دي اهلاويه اكتر منهم. هم اكتر منهم والله، هم الاثنين والله. ووالدته اعرف ان هي كانت اهلاويه جدا جدا، دي توفت في ماتش، توفت في ماتش يعني. ودكتور مدحت واستاذ جمال وسامي العدل الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه، من احلى الشخصيات اللي في الدنيا. كانوا زملكاويه جدا اكتر منهم. اكتر منهم. فالعيله عندهم مقسومه. بس دكتور مدحت انا عرفت معلومه كده ان هو بيلعب تنس في النادي الاهلي ومش قايل لحد مدينه مصر. دكتور مدحت نكشفه على الهوا بقى. لا والله. طب معانا حد اهلاوي جدا جدا وحبيبك. يلا قول الو برضه. الو الو الو. ايوه ازيك يا احمد؟ الحمد لله. انت مش عارف انا مين ده؟ انت يبقى انا عارف. ايه يا دكتور؟ كابتن هشام والله. ايه يا هشام؟ والله كنت اعرفه دلوقتي، كنت اعرفه على طول. هشام اهلا بيك، بنرحب بيك في البيت الكبير طبعا. هشام العمري طبعا العضو مجلس الاداره السابق للنادي الاهلي، بنرحب بيك. ومعانا واحد بقى بقول لك من مشجعي الثالثه يمين والثالثه شمال وكله. فمعانا واحد بيحب النادي الاهلي جدا وانت طبعا صاحبه وعارف الكلام دوت موجود طبعا. احمد معانا، حابب تقول له ايه؟ اولا احمد فهمي ده اخويا مش صاحبي يعني طبعا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احمد فهمي ده ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى في انتخابات النادي الاهلي على فكره. والله طبعا. ازاي؟ كان ظهري وسندي وجي وقف معايا. انت تستاهل يا هشام، تستاهل وانت اهلاوي اكتر من اي حد والله يعني. الله يخليك يا احمد، ربنا يخليك. وعايز اقول حاجه بقى بعيد عن الكلام ده خالص. الراجل اللي قدامك ده كابتن هاني ويا سام، الراجل دوت فنان بروح الفانيلا الحمراء. ده حقيقي والله فعلا. فعلا يا دكتور والله العظيم. ده فنان بروح الفانيلا الحمراء، ما بيقبلش في حياته غير المركز الاول. يعني ربنا يكرمك يا احمد والله. ربنا يخليك يا دكتور والله. والراجل ده اهلاوي كبير جدا جدا يعني. لا احنا يعني انا لا كنت يعني بص هشام هشام العمري، هشام العمري احنا اخوات فعلا يعني، اكتر من اصحاب كتير. ده اللي يبين لك شخصيه النادي الاهلي. هشام بره المجلس، وسيبك ان هو اخو عمري او كده، ملهاش علاقه. ملهاش علاقه النادي الاهلي، ملهاش علاقه خالص يعني. والله يعني لولا ان احنا ما ينفعش نتكلم في حاجات ولا انت بتعمل ايه للنادي الاهلي، هشام بيشتغل اكتر مما كان عضو مجلس. والله العظيم ده حقيقي. بيشتغل اكتر من غير ما يتدخل ومن غير ما يعدي حدوده، لكن الراجل ده بيعمل مجهود اكتر ما كان عضو مجلس. دول ابناء الاهلي يا احمد. ايوه طبعا دول ابناء الاهلي الحقيقيين. اكيد. لا دي كمان دي مدرسه النادي الاهلي، دي ثقافه النادي الاهلي. ده اللي زي ما احمد قال، ده اللي اتربينا عليه. مش بس لعيبه الكوره، انت بتتكلم على مجالس اداره واعضاء مجلس الاداره. ودايما كمان يعني برضو باخد رايك في الكلام دوت، ان دايما كان في اقول لك مقارنه، اصل النادي الاهلي في مشاكل بس ما بيطلعوش مشاكلهم بره على عكس انديه تانية. فده اللي انا شايفه ده ميزه، واكيد بيحصل مناقشات في مجلس الاداره، واكيد بيبقى فيه اختلافات في وجهه النظر ووجهات النظر. يعني مجلس اداره النادي الاهلي طول عمره زي اي مجلس اداره في النقاش، في اي مجلس اداره طبيعي في النقاش وفي الحوار وفي راي، في اخذ راي كل الناس وفي الاختلاف يا هشام. والاختلاف كمان يا هشام ده مش عيب. الناس كلها بتختلف جوه وبيبقى رايها مختلف، وفي الاخر الاغلبيه بتحكم القرار. ومعروف ده اللي منجح مجلس اداره النادي الاهلي على مر عصوره. ده حقيقي. ان اللي كان مش مع القرار او اللي ما كانش مع القرار يطلع يدافع عن القرار بدون خروج اي تفاصيل عن مجلس اداره النادي الاهلي. ده سر من اسرار نجاح مجلس الاداره على مر عصوره. تعرف عنه كده يا دكتور. اكيد. احترام خصوصيه قرار وغرفه مجلس اداره. ده حقيقي، ده حقيقي. على مر مجالس الاداره عدى كتير جدا جدا. وزي ما بقول لك يا احمد وانت بتسمع كلام، يقول لك يا عم اصل بيقول لك النادي الاهلي ما فيهوش مشاكل. لا في مشاكل بس جدعانه ما حدش بيتكلم. الله، طب ما فعلا احنا جدعانه عندنا اختلافات بس ما حدش بيتكلم. الاوضه مقفوله خلاص. بالظبط بالظبط. دكتور هشام احكي لنا عن
احمد فهمي في المدرجات لما بتحضروا الماتشات مع بعض؟ طيب انا احكي لك حاجه. هو احمد نفسه اول مره يطلع احكي. يعني مره احنا كنا في ماتش من الماتشات في برج العرب وانا المفروض ان انا كنت قاعد جنب احمد، وبعدين ما اعرفش ايه اللي حصل وجي جون للاهلي، فقمت حضنت واحد على انه احمد احضن فيه واقول وبعدين اكتشفت وانا ببعد عن الراجل ان ده حد كده. ده كان ماتش الاسماعيلي يا هشام. ماتش الاسماعيلي في فلافيو. فلافيو صح؟ ايوه. ده في ماتش الاسماعيلي. ماتش الدوري احنا نقول ماتش الاسماعيلي ده موضوع ثاني خالص. لا طب قول لنا بقى الموضوع الثاني ده. ماتش الاسماعيلي دوت احنا كنا في رحنا اسكندريه، كان بيتلعب في اسكندريه، وده الماتش اللي احنا خدنا بيه الدوري، وكان ده الماتش الفيصل. الفيصل بالظبط. ورحنا ده على فكره ده كان قبل ما انا اكون في مجلس اداره النادي الاهلي، ده من فتره اصلا. ورحنا اسكندريه وعلشان نيه ان احنا نحضر الماتش وهناخد الدوري وهنكسب، ورحنا درجه ثالثه انا واحمد، وقعدنا ورا الجون وقاعدين بقى مستنيين الجون، واول ما فلافيو بقى جه مش عايز اقول لك بقى احمد فهمي بقى. ده كان اخر ماتش لجوزيه. كان اخر ماتش لجوزيه. طبعا كنتوا قاعدين ورا جون الاسماعيلي. ورا جون الاسماعيلي. ورا جون الاسماعيلي. اوكي صح. كنا قاعدين ورا جون الاسماعيلي صح مظبوط. الجون في المكان اللي جه فيه الهدف. احمد راح فين بقى؟ نزل براسه تحت شرفه. دكتور هشام انت شرفتنا وبجد مداخلة يعني سعداء بها جدا. لا ده أنا اللي فرحان والله وسعيد وفرحان، وعايز الأول أبارك للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي على المجهود الكبير اللي هم عاملينه في النادي الأهلي ولقناة النادي الأهلي، وأبارك للأستاذ إيهاب الخطيب على مجهوده الكبير جدا في القناة وفي البرامج المتعددة والبرنامج بتاعك جميل يا كابتن هاني. ربنا يخليك. ميرسي يا هشام. ربنا يخليك. وان انت بتستضيف نجم رائع زي الفنان احمد فهمي. ما اتفرجتش بقى على حلقه استاذ بيومي فؤاد كمان ولا اتفرجت؟ لا اتفرجت على جزء منها بصراحه، لان انا لا يعني مش الدرجه دي مش فاضيه اتفرج على بيومي. هقول له بيومي احمد. لا كلهم نجوم كبار طبعا. واللي بيميز الناس كلها بجد بصراحه، يعني بنحس ان الفنان الاهلاوي هو جاي اولا مبسوط فعلا سعيد من جوه انه موجود في قناه النادي الاهلي، وده حسيتها مع طبعا استاذ بيومي ومعاك يا احمد طبعًا. حاسس بدوت، انت مش قاعد في برنامج عادي استضافه، لا طبعًا. انت حاسس انك فخور كمان في بيتك اصلا. بالظبط النادي بتبقى مبسوط. بالظبط فده اللي بنحس بيه، وطبعا يعني نشكرك طبعا وان شاء الله يكون لك معانا ان شاء الله. اتفضل. الاحترام طبعا للفنان الكبير بيوم فؤاد جميل وبحبه جدا بس اهلاويه احمد فهمي مختلفه عن لا تقارن باي احد. اهلاويه مختلفه خالص، وشخصيته الاهلاويه طبع عليه فعلا يعني حقيقي. لا ده حقيقي. يكرمه في اعماله اللي جايه يا رب ان شاء الله. نمره واحد دايما زي ما هو معودنا وزي ما النادي الاهلي معودنا، وكل التوفيق للنادي الاهلي يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا هشام. شكرا لك. ان شاء الله تشرفنا قريب قوي في بيتك الكبير يا دكتور هشام. ان شاء الله. هو قال كلمه حلوه قوي في الاول ان انت فعلا ممثل بروح الفانيلا الحمراء، حتى في شغلك ما بتقبلش غير ان انت تكون رقم واحد يا احمد. هو ما ده اللي كنت بتكلم معاك. انا مثلا السنه اللي فاتت رمضان اللي فات على طول هو ده اللي هيدخلني في رجاله البيت. هو رجال. طب اسالي سؤالك وانا هرد عليك السؤال. لا هو رجاله البيت طبعا يعني اثير يعني في رمضان اللي فات حمله قويه جدا. طبعا حمله يعني قويه جدا واتفهم غلط جدا، وانت يعني اضطريت للاعتذار او هكذا يقال يعني. اوكي. لكن انت كنت تحت الهوا كنت بتقول لي لا انا في واحده كانت كتبت لي تعليق فانا اضطريت ان انا اعتذر لها لو كنت خيبت. هشرح لك الموقف يعني. هو الفكره في ايه؟ ان انت ما ينفعش تتبرأ من عمل لان العمل ده فيه عمال اضاءه وفي خدمات وفي ناس كتير، انا تشرفت بالشغل معاهم من اكبر واحد لاصغر واحد. طب. والناس دي بتقعد في بيوتها تحط رجل على رجل وتقول لاولادها انا اللي عامل العمل. صح. لو العمل ده بالنسبه لك مش موفق قوي فبالنسبه للناس دي حاجه كبيره، فما ينفعش ان انت تقلل منه ولا تتبرأ. انا عمري ما تبرأت من حاجه عملتها، لكن انا ده اللي كنت لسه بقوله لك، يعني فكره النقد اللي هياخدك في حته كويسه والنقد اللي هو رغبه في القدر. بتفرق فيها ازاي يا احمد؟ هفهم حضرتك. هقول لحضرتك يعني صعب ان تفرق لما بقى. واحده تكتب لي كومنت او واحد يعني انا مش فاكر
كان بالظبط انا بستناك من السنه للسنه، بس للاسف السنه دي انت خذلتني. ده حد بيحبك طبعا وبيكلم من قلبه انه ما عجبوش المسلسل، فلازم يكون ردي انا اسف جدا ان خذلتك وان شاء الله اعوضك السنه الجايه واللي بعدها. واقعي جدا وطبيعي جداً. تمام صح. انما لما يبقى فيه نقد بشكل هو عمره عمل حاجه حلوه قبل كده، ما هو ده مستحيل تسمعه. يعني وهو لو فاكر ان هو هيقدر ياثر على شخصيه زي يبقى مجنون. يعني انت ما اعتذرتش عن سوء العمل؟ اعتذرت عن كل جمهوري اللي كان مستنيني ومتعشم في حاجه احسن وما لقاش ده، اعتذرت له. لكن الاهم من كل ده ان انا اعرف انا واقف فين. في ممثلين كتير، مش بقصد حد يعني، بيبقى عمل مش موفق كلنا يعني، ده وارد في كوره وارد طبعا، وبيرفض ان هو مع نفسه حتى، سيبك حتى قدام الناس، مع الناس انت حر قول ان انا نجحت وقصر. مع نفسه بيحس ان هو ايه، لا انا تمام، الناس دي في نظريه مؤامره، وفي نظريات مؤامره طبعا ومش هضحك عليك، بس بدل عندك مشكله اهتم بمشكلتك، ما تقعدش تقول اصل مين عمل عليا حمله ومين عمل عليا حمله ومين عمل عليا حمله. وده حصل، انت بتقول انه ده حصل لك انت فعلا، حصل بالورقه والقلم، بس انا مش دي قضيتي خالص. وده مش قضيتنا برضو. قضيتي ان انا كان عندي تقصير في حاجه معينه نتيجه لظروف معينه. انتاجيا الناس ما بخلوش عليا في حاجه، اكرم عمل مجهود للاخر. انا متحمل المسؤوليه كامله لو في اخفاق، ولو في ناس عجبها المسلسل انا بقول لهم لا انا عندي احسن من كده بكتير. انت كمان بتشبهني يا احمد بالمدير الفني، مدرب الكوره، او خلينا نتكلم حتى اللعيب لو انت بتقوم بالدور دوت، ان في بعض المدربين بيكون عامل مباراه وحشه لكن هو بينه وبين نفسه مقتنع لا انا عملت مباراه كويسه، عملت اللي عليا. وفي حاجه تانية مهمه قوي كمان احمد بيقولها، وارد انك تعمل حاجه غلط او وارد انك ما تتوفقش في عمل صح. لكن في ناس عمال مثلا غرفه الملابس، الناس اللي كانت الدكاتره، يعني في ناس اشتغلت مش ذنبهم ان هم انتجوا او طلعوا العمل، مش عشانهم، متاسف. اجرهم طبعا اقل منك بكتير طبعا، ماديا ومعنويا بياخدوا اقل منك، ممكن عايشين عليه اصلا لحد دلوقتي بالزبط. العمل فانت ما تقدرش يعني. ايوه ما تقدرش ان انت تكسر الناس، لكن انا عارف انا واقف فين. بص هاني، انت لو بتحب شغلك قوي مش بتحب الشغل اللي حواليه؟ يعني ما هو سهل قوي طبعاً. نعمل 90 فيلم كلهم واقعين واعمل لك 90 عرض خاص والبس 90 بدله حلوه. حابب ده سهل وبيجي وموجود. لكن انت تبقى عارف انا بحب الشغلانه، فلما حصل حاجه مش عجباني انا اول حاجه هسمع نفسي. لو مصر كلها قالت لك انت كويس، لا مش كويس، في حاجه غلط. فكره الحملات دي حصل طبعا، بس انا الجمهور مالوش ذنب في ده. يعني انا مش هطلع اعلق اقول حملات ومش الجمهور مالوش ذنب الناس دي، ولا هطلع اقول اصل انا الكورونا، وده كان حقيقي. انا صورت المسلسل كله انه الكورونا اثرت عليكم بشكل ما يعني. انا كمان كنت اخر واحد داخل. انا عملت عمليتين، واحده في مصر هنا واحده في بلجيكا. عملت عمليه يوم الاربع، كنت بصور يوم الاحد والناس تشهد، عمليه كبيره يعني. عمليه ايه؟ في المريء كان عندي يعني كان الموضوع كان كبير. لكن كل ده ولا حاجه بالنسبه للجمهور. هاني رمزي نزل النهارده، هاني رمزي وحش انا بقى نقول ركبتي وعملت اصل انا بالظبط الكلام ده يبقى حصل كده. فالناس اللي ما عجبهاش طبعا بعتذر لها، الناس اللي عجبها بقول لهم اسف برضو واللي جاي احسن، انا عندي احسن كمان. هو العمل كان سيء للدرجه اللي انت تعتبر بيها، ولا كان عدى وخلاص؟ مفيش ناس عدى وخلاص دي. انا ده الواحد مش واثق في نفسه برضو، اجيب لك من الاخر. ما انت برضو في فرق كبير يعني، عشان الناس ما تقعدش تقول مغرور ودي نغمه بتقعد تطلع كتير عليا، لا في فرق. انت تبقى عارف قيمه نفسك وعارف انت تقدر تعمل ايه، وعارف ان في ناس بتبقى قاصده تهزك. والله هتلاقي كومنتات هو ده عمره عمل حاجه ناجحه؟ فده مجنون لو هو فاكر ان هو هيأثر فيها حاجه. دي ارقام يا ابني، ارقام وحاجات بس احمد بقى فكره مش بتكلم على رجاله البيت والله، لا اتفضلي. وحتى بتكلم بشكل عام ان احنا فعلا عندنا مشكله، وهي فكره التعجل في الكتابه الرمضانيه. انت النهارده عندك اعمال طبعا، في اعمال عظيمه جدا
وفي وعلى فكره في رجاله البيت حتى انا قلت لك تحت الهواء انا كنت بتابعه بالذات يعني وفي ناس كتير يعني اغنيه المسلسل دي انا شايفاها من احلى الاغاني المهرجانات اللي انت ما غنيتش فيها لا اكرم اللي بيكتب اكرم اللي بيكتب الاغاني اكرم اللي كتبها بس هو غناها وانت كمان تقريبا احنا لا احنا بنعمل ليبسنج بس بنجيب حد صوته حلو ونعمل احنا ليبسنج تمام بس انا بتكلم عن الفكره دي انها فكره عامه مش بس في رجاله البيت هو احنا عندنا مشكله ان احنا ساعات الايام دي او مواسم رمضان في السنوات الاخيره بنسمع ايه ده بيصوروا لحد اخر يوم ده بيصوروا لحد يوم 27 طبعاً حاجة رمضان بص حاجه ماساه ده ماساه ليه لان انت في الاخر مش زي بره مصر انت مرتبط بالسيزون الرمضاني فانت عشان تجيب نجوم رمضان ليهم سعر السعر ده متعلق بالاعلانات اللي هتيجي على القنوات في رمضان لو طلعت اوف سيزون وعملت 6 و7 الاجور بقت اقل والتكلفه اوتوماتيك هتنزل احنا مش زي ما تعمل مسلسل في امريكا تقدر تعمل 7 حلقات وينزلوا في اي وقت انت عندك رمضان احنا مرتبطين بيه ب 30 حلقه هفصل نفسي انا عن الموضوع ده لان لو كان عندي مشاكل في رجاله البيت ففي ناس كتير عملت 30 حلقه ونجحت رمضان اللي فات تمام فدي مش حجه برضو يعني انا عايز انفي اي حاجه عن نفسي انت جميل يا احمد برضو والله في الحته ديت يعني انت اولا صريح مع نفسك وصريح مع الناس يعني ده مهم بقى واعرف قيمه نفسك وانت لما تقول الحقيقه امتى هتنزل لا انت عارف انت مين بالعكس بالعكس مهما يقعدوا يكسروا انت عارف انت مين وخلاص صح الناحيه الثانيه بقى ده تشالنج بنت لذينه للمنتج والمخرج السبع حلقات بره مصر بيتكتبوا في سنه او 6 شهور ويتحضروا في 6 شهور وبيتصوروا في 6 شهور بثلاث اربع مخرجين ومش عارف كم مؤلف انت هنا هتلاقي مثلا مسلسل نجح جدا مثلا السنه فاتت الاختيار طبعا مسلسل صعب جدا وبتتكلم على حاجه حساسه جدا طبعا الناس ابطال بصراحه يعني بيتر طبعا والمؤلف وامير صعب جدا تطلع كواليتي كل النجوم حتى 30 حلقه 30 حلقه بجد بره مصر صعب جدا يعني ما تتعملش يعني ما تتعملش طب خلينا معانا كمان على التليفون حد كان ليه تجربه يعني مراد ده كريم ها كريم مش مراد ازيك يا مراد الاول مساء الخير يا كريم ايه الاخبار عامل ايه كريم فهمي اخبارك ايه الحمد لله كله تمام كله تمام مشرفنا ومنورنا في البيت الكبير وواحد عضو من العائله موجود معانا في البيت الكبير بنتناقش في قضيه مهمه جدا واحمد كان بيتكلم فيها ان الاعمال في رمضان بشكل كبير وخاصه المسلسلات بتاخد مجهود كبير جدا وبقى عندها نوع من الديلي شويه ان بيسرعوا الزمن علشان يخلصوا 30 حلقه في وقت طبعا شهر رمضان الكريم هو احمد الاول انا هو كان بيقول ان هو ما نجحش او حاجه زي كده قال ايه قال حاجه كده لا مش ما نجحش لا هو احمد بيتكلم ان يعني حصل يا كريم حصل حاجه مش المعتاد عندي فاهم قصدي يعني يعني حصل نقدر نسميه دروب يعني ما هو يعني مش عيب فاهم يعني بص انا بس بقول اللي هو وجهه نظر في الموضوع بتاع رجاله البيت ده يعني طبعا هو اكيد لما احمد واكرم الناس بتبقى مستنيه منهم يعني حاجه فوجئ هم اكيد الناس اللي موجوده دلوقتي من اهم مش هقول اهم طبعا طبعا اهم الناس اللي موجوده على مستوى المسلسلات الكوميدي يعني الناس بتبقى مستنيه منهم بيبقى في توقعات كثيره ان هم يعملوا حاجه جامده جدا فيمكن التوقعات بس هي اللي ما جاتش مع الناس قوي او ما وصلتش زي ما هم كانوا عايزين انما هو كان وصلتش لقيت حاجات كتير جدا في ناس كتيره جدا عجبها في اطفال كتيره جدا عجبها بس انا ضد دايما ان هو احمد كان بيطلع يقول اعتذارات وبتاع انا دايما بقعد اقول كده فانا كنت بسالكم بس هو قال كده ولا ايه؟ اتكلم معاه مش اكتر يعني لا مفيش خناقه مع احمد ولا حاجه خالص هو لا هو ليه وجهه نظر في وقت من الاوقات لما هو بيحس من نفسه ان هو مش ما عملش حاجه ترضيه هو شخصيا يعني اللي ممكن يعتذر ما فيش مشكله بتطلع تقول لك انا انجح واحد يعني مش لازم تتكلم يعني اللي عملناه عملناه اي لا انا فاهمك والله بس احنا مش هنمشي بالمدرسه دي يا كريم لا خالص لا خالص وانت خالص. نفسك لما بيبقى في حاجه عندك مريحه بتيجي تقول لي ما عدتش قوي بالظبط بتحصل كده حقيقي طب تعالى نروح بقى للكوره تعالى نروح للكوره عشان انا مستشارك الفني والعكس صح طبعا اصل احنا اكتر اتنين مش هنضحك على بعض صح يعني مش صح. هينفع نضحك على بعض وبنبقى عارفين وساعات بيبقى في حاجه ناجحه جدا وبيجي يقول لي خلي بالك عدت او العكس بقول له مثلا تبقى حاجه ناجحه مع الناس واقول له خلي بالك يا كريم كفايه مثلا حلو بنطمنوا بعض حلو الكلام ده بنطمنوا بعض انت اهلاوي اكتر ولا هو احنا الاثنين اهلاويه اكتر ممكن من اكتر ناس انت اكتر ولا هو احنا الاثنين فاهم
والله احنا الاثنين بس كل واحد بطريقه، بس احنا الاثنين فعلا انا عصب اكتر بس شويه او على يعني كريم اهدى مني شويه اهدى شويه يعني انا بس بحسب الكلام قبل ما بقوله شويه هو بيفكر شويه بس يعني افكر هو بيحب المناوشات قوي يا كريم لا بيحب المناوشات كده عارف عارف ملح وفلفل تتوقع اي ماتش القمه ان شاء الله يا كريم احنا نتمنى كلنا طبعا النادي الاهلي بس انت شايف برضو الماتش ازاي عايز اخد رايك بص هو انا حضرتك على حاجه انا اكيد اتمنى انا كابتن الاهلي يكسب كتير الماتش ده اكيد يا رب بس في نفس الوقت ماتشات الاهلي والزمالك دي ملهاش متابعه انت ممكن تبقى انت فرقتك احسن كتير وتخسر بالعكس بس الماتش ده بالنسبه له حته مالوش مالكه كده ما تقدرش بس انا اتمنى طبعا ان احنا نكسب وبرضه احنا اعتقد احنا عندنا اصابات ربنا يستر يعني انا فعلا مش عارف الراجل طبعا الله يكون في عونه اصابات كتير وكلها في مناطق يعني سردباك محمود متولي دلوقتي في طبعا اللي يسد مكانه لكن على مستوى الهجوم برضو احمد الوينجرز برضو مش انا عايز اكلمك على مستوى الاجنحه انت عندك حسين الشحات بره كهربا بره احمد الشيخ بره جيرالدو بنشوف اهو وجيرالدو عندك اربعه من العناصر الاساسيه في مركز احمد الشيخ بره ولا احمد لغايه دلوقتي بكره هيبان بس برضو يعني انت بتتكلم في كده جيرالدو انا سمعت انه في حاجه في الخلفيه بس كان عنده شد في الخلفيه بس هو افضل شويه بس بكره كابتن سعد عبد الحفيظ خلال التدريبات النهارده قال بكره هيشارك في التدريبات الجماعيه ان شاء الله وممكن يكون ليه دور في المباراه يعني على جيرالدو ده امسك ولاعيب مهم جدا واخد حقه جيرالدو انا ما اعرفش وجهه نظري لعيب جامد طبعا لعيب كويس لعيب كويس يمكن هو كان مشكلته شويه عمليه التهديف هو مش سكورر يعني ما بيجيبش جوان لكن عنده سرعات كويسه انا شايف ان هو احسن كمان من الفترات اللي فاتت يعني انا بس انا المشكله الثانيه انت كان برضو ممكن تقدر تحل بقى جاي بس انت المشكله ان انت جاي يمكن هتلعب بيه راس حرب بس برضو انا برضو بطلب من جمهور نادي الاهلي اما انا برضو يا كريم دي عايز اتكلم فيها بطلبها من جمهور النادي الاهلي عشان هي بواخت قوي الموضوع مروان موضوع مروان طبعا صحيح يعني بواخت قوي بواخت ودمها تقل ويعني اكتر لعيب انا بحبه في النادي الاهلي عماد متعب طبعا عماد كان بيقعد فترات طويله جدا ما بيهدفش سلام حسن اللي هو لا في قعد سنه وشويه مثلا احمد ما هدفش يا عم ايا كان ظروف مروان الافيه بوخ احنا محتاجين مروان الفتره الجايه صح انت كتبت كده فعلا انت عملت ايوه كريم كده. ايوه كريم صح انه ايه انه الهجوم على مروان محسن بقى استظراف بقى بتتاخد مش فيه يا كريم. مش النقد كمان يا كريم بيتاخد بسخريه وده من غير مقبول يعني واستظراف جدا وناس ما لهاش في الكوره انا شايفه لعيب مهم جدا طبعا محطه مهمه جدا هو طبعا محتاج يركز اكتر هو مش موفق ايه المشكله يعني حتى لو طبعا بس انا شايفه ان هو لعيب مهم جدا ولو جيت عديت كده المهاجمين اللي عندنا في مصر هتقدم منهم مروان كده اكيد هو لعيب كبير واكيد له دور فني وفايلر شايف دوره الفني ده ايه في الملعب وازاي يقدر يستفيد منه هو بس الناس تخف عليه انا اصلا حتى في المسلسل قلت افيه عليه وبعد كده رجعت زعلت ان انا قلت انا كنت واخدها بهزار بس الناس افورت ده حقيقي واستظراف قوي وناس حتى يخش كان في كاس عالم اللي كاس عالم روسيا كان عامل ماتش كويس قوي مش فاكر كان ماتش ايه كان عامل ماتش كويس فعلا هو وحد كاتب بوست شاتم مروان بس فانا بقيت يا جماعه هو اللي ليه في الكوره واللي مالوش في الكوره اللي ليه كوره مالوش كوره فعلا بيتكلم واخدها افيه لكن لا واخدها كمان افيه لسه بنتكلم في النقطه دي كريم ان انا لو في حد بيتكلم بنقد بناء ان انا عايز اشوفك احسن ده مقبول لكن النقطه انها وصلت لان خلاص بينزل بقى كوميك عليه وبينزل نكت وحاجات ديت وانا مرنت مروان في الاولمبياد يعني مروان كان معايا انا جبته من بتروجيت ولعب منتخب مصر وكان ما شاء الله كان هايل دي جزئيه يمكن الاصابه عطلته شويه ولما رجع خلي بالك برضو المدربين الاجانب لما بيجوا ومثال على كده مثلا اجيري قال لعيب على مستوى عالي جدا وبيعمل حاجه ممكن الجماهير ما تشوفهاش ما انت ممكن بيشتغل شغلانه الجماهير مش حباها قوي ان هو بيوسع لزمايله مروان مش يعني الفرص بتجي له بيضيع شويه لكن هو بيعمل حاجات تانية مختلفه فالنقطه اللي خلينا نتكلم وطبعا اضم صوته لصوتك ان مروان كمان من العناصر ان انا شايف ان لازم تاخد فرصه في النادي الاهلي ولازم يلعب يعني طبعا ولو يا جماعه مش موفق جمهور النادي الاهلي مش بتكلم اي جمهور تاني لان ده يخص النادي الاهلي طبعا لعيبتك هي احسن لعيبه في الدنيا
انت بتوجه كلامك ده لجمهور النادي الاهلي دلوقتي يا احمد. ما تعومش على عوم حد تاني وتكسر في فرقتك وانت الحلول الفتره دي نتيجه للاصابات والحاجات كتير الحلول قليله. تعال نبقى نتكلم برضو بصراحه حقيقي. انت دلوقتي لو عايز تلعب باجاي قدام خسرته كوينجر، طب ما يبقى انا العب بمروان وانا مدي مروان ثقه واستفيد باجاي في حته تانية. يعني ده اللي انا لا صحيح. وكمان برضو كريم مشترك معانا، انا في رايي الشخصي بيعمل جبهه كويسه قوي علي معلول واجاي قدامه، ده بيعمل جبهه مميزه غير اجاي برضو لما يكون مزنوق وظهره للجون بيبقى مختلف شويه. انا برضو انا زيك معلول قبل ما اتكلم على معلول ايه؟ راجل كان بحب علي معلول ده، انا احب اقول له يعني انا هو يعرف انا بحبه جدا. الراجل ده تحس ان هو اهلاوي بشكل مش طبيعي. ايوه طبعا. ولازم يعرف الجمهور الاهلي يحب حب مش طبيعي، الراجل ده لازم يعرف مش طبيعي. دي حقيقة. ده تاريخي. يبقى سامع الكلام ده. تاريخي يعني أكيد ممكن مش قصدي والله بس ممكن يكون عدى جيلبرتو كمان يعني هو ما جاش في جيل عامل زي جيل جيلبرتو. وجيلبرتو ده بالنسبه لجمهور الاهلي حاجه كبيره جدا. اكيد. اعتقد ان علي لو كان في الجيل كمان بتاع تريكا وبركات وعماد وكده ده بيلعب يعني برضو الجيل اضعف شويه بس شعبيته كبيره برضو شعبيته كبيره علي طبعًا. معلول طبعا. طب بالنسبه لكريم معانا كان كريم بيلعب مباراه كان في ماتش الاهلي والزمالك في الناشئين ايوه وكريم كان بيلعب في الزمالك وانت يا احمد رحت وانت ووالدك كنت متجنن بقى مش عارف اعمل ايه اشجع اخويا ولا اشجع النادي الاهلي فايه كان ايه كان قول لي احكي بص هو هو انا اقول لحضرتك على لعبت سنتين الاول في الاهلي وبعد كده بعد السنتين دول كان المفروض ساعتها كان ما فيش غير نادي اهلي الجزيره فكان المفروض الفرقه تروح تتفرج في الجيل. المهم حصل حاجه زي ان احنا رحنا لعبنا في الزمالك وقعدت هناك حوالي 9 سنين. كريم قعد كتير في الزمالك 9 سنين قعد كتير هناك منتخب مصر وفعلا الفتره اللي انا قعدتها هناك دي فتره الكوره عموما انا كنت بحبها جدا كان بيمرني كذا حد بس ابرز وقت ليا كان كابتن عبد الرحيم محمد الله يرحمه طبعا وكابتن ممدوح محمد دول انا بحبهم حب مش طبيعي وناس كانت جميله بس على ذكر الماتش ده يعني ايوه احكي لنا الماتش ده حصل كان بيتلعب فين؟ الاولاني يا كريم كان الماتش الاولاني كان في الكليه الحربيه ولا الحربية. صح؟ الكليه الحربيه احنا كنا فرقه تقيله كنا بس كل واحد لسه جاي بقى يعني ايه كانوا جايبين عطعون مش عارف النادي ايه وكان في لعيب اسمه هارون منين وكان معانا ميدو والفرقه اللي قصادكم كانت جامده قوي كان اسامه حسني يا كريم وكريم عادل ما احنا بقى ايه بس هم كانوا سامعين عندنا واحنا سامعين عنهم وفي نفس الوقت احنا فرقه تقيله هم اللي مننا نزلنا مبدئيا انا كنت بلبس 5 انا كنت بلعب ليبرو على فكره كابتن خلاص كنت بتلعب على ليبرو. ايه على اسامه حسني كنت بتلعب بمنت ولا بتلعب ليبرو ليبرو قبل اوكي هقول لك فمهم الماتش ده كنت بلعب كريم عادل كان اسمه كريم عادل كان بيلعب وهيلعب تقريبا مش فاكر كان هيلعب ليبرو امير عزم او حاجه زي كده قلت له تمام نزلنا الماتش ده كابتن والله انا مش فاهم ايه اللي حصل احنا مش شايفين مش عشان هم احسن ولا احنا وحكم فرقه تقيله واحنا كنا فرقه تقيله بس كم جول في الثاني في الثالث خمسه الله 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 والله انا مش فاهم ايه اللي حصل 5-1 والله 5-1 انا فاكر الماتش ده كان 5-1 وبعدين 5 ولا 6 يا كريم 5 ماشي 6 دي بعد كده ماشي كنت انا بلبس 5 وهو بيلبس 6 بس الماتش ده كان الناس فاكرين انا طبعا مش عارفين اشكالنا انا اصلا فاكر انت انا رجعت البيت لقيته مكتئب قاعد امي بتطبطب عليه يا عيني فانا داخل استظرف اتريق قال لي ما تهزرش ما بترحمش انت ما بترحمش على فكره اصل 5-1 دي لا 5-1 والفرق كده برضه يا كابتن برضه عشان يعني ماتش غسيل ومجوى يعني زي ما بيقولوا لا اسامه كان جامد قوي يا كريم فاكر؟ ايه؟ اسامه كان جامد قوي اسامه حسني اسامه حسني من اجمد جامد قوي عليه هي هو واليماني اليماني طبعا وميدو لا ميدو يا كريم كان ميدو كان جامد قوي لا ميدو ده كان فرقه كان في حته لوحده خالص ميدو كان فرقه لوحده كان بيجر فرقه هو اللي انا فاكر الماتش ده ميدو اللي جاب الجون يا كريم بدماغه ايوه كنت اتفرج ايوه وميدو انا كنت اصلا بحب ميدو جدا ميدو وبحب بحسه قطر كده ما بيهزرش وبيقول اراءه كان معاه كابتن هاني كمان ايه الناشئين شفت ميدو لما كبر والعالم راح سافر كده الناشئين كمان كان اجمد بكتير في الناشئين كان مرعب احرف كان سابق باللغه سابق جيله يعني مرعب. سابق لعيب مرعب ميدو سابق زمايله بفتره كبيره جدا كان بيتصعد جوهري جابه وعنده 18 سنه كان منتخب مصر
بس ملخص الكلام برضه عشان في الحته دي يعني احنا عاشرنا بفرقه كويسه بس ما تفهمش الماتش ده حصل فيه. وكابتن عبد الرحيم محمد ده يعني من اكتر الله يرحمه يعني احب يعني ان انا وتتسجل ان الراجل ده هو كابتن ممدوح محمدي من احلى الناس واجمل الناس اللي انا قابلتها. الله يرحمه يا حسين. الله يرحمه. الله يرحمه فعلا يا رب. ما قلتلناش عملت فيه ايه؟ ما هو دخلت قول لي دخلت لقيت طبعا قال لي هضربك ما تضربش خلاص. لا قبل ما تتكلم اوعى تفتح بقى ما تهزرش هضربك مستفز يعني. اصل هي خمسه دي برضو انت عارف لو خسران 2-1 ولا 3-1 تعادل ونظر المدرجات. رحت الماتش رحت الماتش كنت في المدرجات انا طالع على السلم اصلا سمعت ايه تهليل والله العظيم ده لسه اول وانا اول السلم اخر السلم هيصه ثانيه كان اسامه جاب جونين ده لسه ما قعدتش كان 2-0 في ماتشات بتبقى كده يا كريم في ماتشات بتفتح بقى بالظبط انا عارف برضو على ايامي فتحت كتير يعني ايام الناشئين كنت بلعب في منتخب كنت مع الكابتن احمد رفعت كنا في منتخب ناشئين يعني منتخب تحت 18 سنه كنا بنلعب في نيجيريا وزي ما انت بتقول كده كريم في ماتشات بتبقى انت ما بتعرفش ايه اللي بيحصل وكان دوت اول مره يعني بالخطا كده اجيب جون في نفسي وحسيت ان الدنيا ضلمت يعني والماتش ده خسرنا 4-1 هناك في نيجيريا ففي ماتشات فعلا كده بتحس انها ما بتكررش تاني يعني فحظك بقى ان كان احمد بيتفرج عليك ورجع لك البيت وانا مش عايز اعطلكم يا كريم انت نورتنا وان شاء الله تشرفنا في البيت الكبير برضو قريب كاهلاوي جدا ان شاء الله وكل سنه وانت طيب شكرا يا كريم وانتم طيبين وشكرا سهام وكابتن هاني يعني احنا من الناس اللي واحنا صغيرين احنا جمهورك يعني حبيبي شرف ليا ان انا اكلمك في التليفون حبيبي ربنا يخليك وخلص احمد بقى كلمني خلاص شكرا ليك يا كريم احنا هنطلع فاصل قصير جدا وبعد الفاصل مكملين السهره الخاصه دي في البيت الكبير مع احمد فهمي اتفضل بس اليومين دول عشان عندها ظروف شوق خد الاستاذ لبسه وادهله وادهله في ملعبين كمية تهلك عشان تعرف بس حد انك كنت ظالمني ايه اكتر دور حبيتيه لاحمد فهمي؟ هو في المسلسل بتاع رايح المدام ده الدور الوحيد اللي عجبني ومكان ما بيمثل مع هنا الزاهد برضه المكان فيه شطات بتاع المسلسل الواد سيد الشحات انا بحب الحرب العالميه الثالثه رجل العناب رايح المدام الحرب العالميه الثالثه والواد سيد الشحات ريتاش عايز ايه؟ هما الفرعين دول بياكلوا بني ادمين؟ ايه؟ دوره في فيلم الحرب العالميه الثالثه ومسلسل برضه الواد سيد الشحات بحبه جدا اكتر دور لاحمد فهمي بتاع سمير وشهير وبهير ده جامد جدا يعني فيلم سمير وشهير وبهير دوره في رايح المدام نزل رجلك والا يا عمتك والا بابي ياخد مخالفه في رايح المدام وكلام رجاله وسمير وشهير وبهير بحبه في رجاله البيت وفي رايح المدام ايه رايك؟ في واحد قالت لك الدور الوحيد اللي حمارة رايح المدام لا انت بالنسبه لك افضل دور ايه انت كاحمد افضل انت شايف ايه بحب اكتر دور ليا ايه بحب رجل عنب قوي وبحب رايح المدام قوي وبحب كلب بلدي والواد سيد الشحات كلب والحرب العالميه الثالثه كلب بلدي كتابتك كلب بلدي كتابتي احمد فهمي من الممثلين او الفنانين اللي نقدر نقول عليهم سبع صنايع بس الحمد لله بخته مش ضايع وده هيخليني اتكلم معاك في الكتابه انت ما شاء الله عليك وفي ناس كتير على فكره ما تعرفش المعلومه دي ان انت الفت انت اولا اشتركت في ورش جماعيه ورش كتابه جماعيه وايضا فرديه بس انت يا احمد تالقت جدا مثلا واللي كان ليك افلام زي كده رضا ده انت كتبته لوحدك ده كان اول حاجه ليا خالص كان اتش دبور لاحمد مكي بوشكاش محمد سعد فاصل ونعود كريم عبد العزيز ما كانش كله كوميدي بس اقدر اقول انا ان الشراره الاولى بتاعه الكتابه او الفكره فكره الفيلم هي كانت بتنطلق من هنا من عند احمد فهمي حتى لو كانت الورش بعد كده بتضم ممثلين اخرين يعني انت عملت بوشكاش مع هشام ماجد عملت فصل احنا وافلامنا اللي احنا مثلناها كسمير وشهير وبهير وبنات العم وبنات العم والحرب العالميه الثالثه كانت في فكرتنا بس مصطفى صقر ومحمد عز كتبوا هي بتتلعب ازاي يعني هو الفكره كلها ان بتطلع فكره
الفكره دي انا عارفه ان هي يعني اشارتها الاولى من هنا فعلا، هو في فساد، وانت فعلا موهوب حتى في الكتابه وعملت فعلا نجاحات كتير بدليل اسماء الافلام دي. ايه الفرق بين ورش الكتابه لما بتعملها لوحدك وورش الكتابه اللي بتدخلها مع زمايلك الفنانين؟ هقول لك جماعيه. يعني انت قصدك لما بكتب لوحدي؟ لما بتكتب لوحدك كده رضا انت عملته لوحدك. ما هو كده كده رضا كده كده هي ورشه. عشان نتكلم برضو بصراحه يعني انت في الاخر في كده رضا كنت انا صغير جدا، كان عندي 26 سنه ولا 27 سنه والله. ارى الفيلم احمد حلمي وقال هو جاله عن طريق ايه؟ انت كنت تعرفه حفظ في التوقيت ده؟ لا لا خالص، محمد حفظي. هو قرا حاجه انا كنت كاتبها انا وهشام ماجد، تمام، فقال له ده العيال دي شاطره وبتاع، خليهم يكتبوا لي مش عارف ايه. فحفظي كلمني فقلت له انا عندي فيلم انا ايه كاتبه اوريدي، كنت بتسلى يعني. فقراه، فطبعا الفيلم مش زي اول نسخه يعني، عمل ري رايت كتير قوي يعني. ففي ورشه طبعا، في ورشه فيها حلمي وفي ورشه فيها احمد نادر جلال المخرج، فبنشتغل بشكل جماعي. لكن انت الفكره الاساسيه والبيز والستراكشر انت بتبني معاهم، ترجع تكتب وتبني يعني. نفس الكلام حصل مع مكي بعد كده، بعد ما نزل كده رضا. بس كان مع مكي الفكره في اتش دبور. الفكره اصلا اتش دبور كانت متباعه الاول في تامر وشوقيه، يعني مش فكره مش جديده. تقصد اقصد ان هي اصلا كاركتر بتاع احمد. ايوه بس انت عملت له قصه. عملناه قصه لان هو كان 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 هو كان مكي عايز في الاول، وده كان حاجه صح، ان احنا ناخد الـ الولد المرفه اللي من الانفايرمنت اللي عايش عامله كده لل تعال نشوف بقى قالب نعمل فيه كده. فعملت تريتمنت وبعتها له وعملنا كده، بدانا نخش في افكار افلامنا. كان بقى ورقه شفره انا كنت حابب قوي ان انا اعمل فيلم ادفنتشر موفي، يعني يبقى فيلم زي كده. كان فيه افلام بره زي يورو تريب ورود تريب وبتاع، ان هو فيلم فيه رحله طويله ومغامرات يعني وحاجات فقعدت مع هشام، كان لسه شيكو ما بيكتبش، وقلت له يعني، وبدانا نطلع مع بعض افكار وبعد كده جينا كنا هنعمل رجل العناب فيلم. التكلفه كانت عاليه جدا. كانت فكره رجل العناب فيلم فكرتي. في الاول ايه كانت فكره رجل العناب فيلم في الاول وانا كنت عايز اعملها جدا، وهشام كان متحمس وبعد كده التكلفه كانت عاليه قوي، احنا كنا لسه ما عندناش اسامي يعني. فقلت لهم طب تعالوا نعمل فيلم اسهل على المنتجين عشان نقدر نخش ونصور وكده. فقلت لشيكو تعال نعمل سمير وشهير وبهير، فكره التايم ماشين. قال لي اتعملت كتير، قلت له بس احنا هنعملها بشكل مختلف، ما هي تيمه. فقال لي مش عارف، حتى اختلفنا انا وشيكو جامد جدا ساعتها. وبعدين جه هشام حسن كريم فهمي الاول كان متدخل يعني. اختلفتوا في ايه بالظبط في الفكره؟ شيكو ما كانش عايز يعملها في الاول، وكان شايف ان الفكره التانية يعني كفكره وقال لي برضو صعبه ومش عارف ايه. قلت له لا اكيد مش اصعب من واحد بيطير يعني، الديكور وبتاع اكيد اسهل. وكان ده الخلاف اللي بيننا. وبعدين عملنا الحمد لله سمير وشهير وبهير ونجح جدا. جه صلاح عبد الله عم صلاح يعني، قال لي ايه احنا عايزين نعمل فكره فيلم. كانت فكره جامده جدا اصلا. الفكره دي كانت لهنيدي. الفكره ان انت بادئ الفيلم اول 10 دقائق باحمد عز سوبر موديل بيعمل اعلانات جامده جدا ومش عارف ايه، حصل له لعنه بعد 10 دقائق بقى هنيدي. وكان لعيب باسكت وبتاع، فحلوه جدا عم صلاح قالها لي، فانا ايه عجبتني قوي. اوكي. فهو عم صلاح بيقولها لي عشان اكتبها. وبعدين ما حصلش يعني ان هنيدي عمل الفيلم او يعني او ما وصلوش او مش فاكر يعني ايه اللي حصل ساعتها، وماتت الفكره. بعدين ماشي انا وشيكو في العربيه، قلت له ما تيجي نعمل فكره عم صلاح بس بنات صحيوا. كان بنات العم. كان بنات العم. انت اللي قلت يعني الفكره جايه يعني الفكره جت نشتغل مع بعض يعني نشتغل مع بعض بقى على الكاركترز وعلى الاحداث وكده. وبعدين جاء الحرب العالميه الثالثه. ده اكتر فيلم انا بحبه لينا احنا الثلاثه مع بعض يعني. انا كنت انا بحب بن ستيلر قوي، وبحب فيلم نايت ات ذا ميوزيوم، وبحب فيلم اسماعيل ياسين في متحف الشمع يعني. عجباني التيمه بتاعت التمثيل اللي بتصحى. فقعدت افكر، قلت الفيلم ده لو مصري احنا عندنا كاركترز حلوه قوي، ابو الهول، احمد عرابي، لو اتعمل مصري السنس اوف يومر اصلا هيبقى اعلى كمان واحلى من الاجنبي. فبدانا نشتغل عليه يمكن قبل بنات العم كمان يعني. انا حكيت لك مش بالترتيب. ده كان قبل بنات العم. وقف معانا الفيلم وقف خالص، ما يعني ما عرفناش، عارف في حاجه اسمها رايترز بلوك يعني، خلاص مش عارفين تقفلوه، مش عارفين نمشي فيه. يعني هي سطر مش عارفين نطلع منه حاجه خالص. وركننا شويه وبعدين عملنا فيلم، بعد كده رجعنا. فكنا بدانا شويه نختلف احنا الثلاثه في الاراء.
يعني انا ليا راي وهشام ليه راي وشيكو ليه راي، فقلنا خلاص احنا نجيب حد محايد يعني يكتب الفيلم. مين مريح بالنسبه لك قبل ما تكمل، هشام ماجد ولا هشام شيكو؟ حاجات وحاجات يعني. يعني هشام لما بيقفش ما بيغيرش رايه، انسى انسى ان انت تغير له رايه. شيكو ما بيحبش يزعل حد، فهشام اوضح يعني، هشام خناقته واضحه. شيكو ممكن يبقى عايز يرضيني ويرضي هشام، فيعني بيروح ويجي يعني. بيروح فبتبقى وحش يعني، يعني بتطلع مش قصده، هو قصده خير بس يعني. لكن في الاخر يعني عشان في ناس كتير قوي بتبقى فاكره ان احنا علاقتنا بايظه. لا ايوه خالص. واحنا كمان على فكره وناس كتير قوي فاهمه كده، هي العلاقه. طب ما هشام وشيكو دلوقتي كل واحد بيعمل فيلم لوحده يعني دلوقتي. ما هو مش ما هو طبيعي ومش عيب بالعكس يعني. هم دلوقتي على فكره سام هشام بيعمل فيلم هو ودنيا مع بعض، وشيكو بيعمل فيلم لوحده خالص. ده معناه ان هم اتخانقوا؟ انتوا الثلاثه هتتجمعوا تاني؟ ما اعرفش يعني، مش معرفش. انت واكرم هتتجمعوا تاني؟ انا واكرم هنتجمع تاني. هقول لك ليه. انت وهشام وشيكو هتتجمعوا تاني؟ مش عارف هقول لك ليه بس والله. لان انا عندي فيلمين ثلاثه ماضيهم، وعندي حاجات عاملها، وشيكو وهشام دول مش شخص واحد، دول شخصين. فكل واحد عنده سكادجول مختلف، أكيد بمنتج مختلف، اكيد وبلان بقت مختلفه، ومنتجين مختلفين. الفكره موجوده يعني، خلينا نتكلم الفكره موجوده نفسيا قصدك. الفكره موجوده. طبعا يعني. لا احنا ما عندناش اي مشاكل مع بعض يعني فعلا يعني لو وريتك الواتساب بتاعي هتلاقي احنا يعني الفكره موجوده، لمبه بس الوقت بيبقى مناسب ليكم، بس الفكره موجوده ان تتجمعوا تاني. وانا مش بقارن باكرم، هو اكرم الحاله استثنائيه شويه ان احنا في الحياه شخصياتنا سهله يعني. هو بيعرف يفوت لي اكرم عيوبي، انا بعرف افوت له يعني، الدنيا ماشيه. هشام وشيكو عشره فعلا مش هزار يعني 26 سنه، سنين طويله انا عارف. فاحنا معدين مرحله ان احنا نزعل من بعض، دي مستحيله. ولا فيلم ولا الف فيلم ولا كارير كامل هيزعلني من هشام وشيكو. مين فيهم اهلاوي وزملكاوي؟ الاثنين زملكاويه هم. الاثنين الاثنين ما بيهزروش والله. نرجع للفكره، كمل لي بقى. وبعدين انتوا بقى الفكره اتقفلت، بنات قعدتوا تفكروا تجمعوا. نزل بنات العم نجح الحمد لله. بعد كده نزل الحرب العالميه، عمل ايراد رهيب طبعا. فلا كان اعلى ايراد. كان مفاجاه بالنسبه لك يا عمل ولا كنت متوقع؟ مفاجاه. مفاجاه، كنت متوقع نجاح. لكن انت كنت نازل في سيزون فيه اسامي كبيره قوي، فبقول يا رب مثلا نبقى الثاني ولا حط يعني من ضمن الثلاثه اربعه. راح في لا لا يعني في اول كام اسبوع الاول فاهم، ما بتهزرش. وبعدين بدا الفيل الازرق يعلى عندنا، وبعدين الاثنين قفلوا فوق ال 30 مليون، وكان ساعتها ال 30 مليون ده رقم كبير طبعا يعني. دلوقتي بيتجاب عادي، بس ساعتها مع سعر التذكره وعدد السينمات ما كانش حد بيعمل كده. فاللي هو طبعا اتخضينا. وبعدين الانفصال بقى حصل بعد بعد الفيلم. بعد الحرب، بعد النجاح ده والله. لان احنا اختلفنا كتير. ده كان ادعى انه يخليكم تستمروا شويه كمان، مش بقول لطول العمر. بص دايما المطبخ غير اللي بيطلع. والكلام ده دايما بيزعل الناس. دايما بيزعل الناس ان انا صريح وبتكلم بقول اللي حصل. بس انتوا شكلكم بتختلفوا كتير. طبعا بس مش عيب ان هم يختلفوا. طبعا بس هي كتير. الموضوع انت قصدك يعني على مستوى ايه؟ على مستوى الشغل طبعا. بنختلف كتير يعني. يعني احنا مثلا كل واحد دماغ يعني، بالذات في الاواخر. انت انت كبني ادم مع سنك لما بيكبر، ولما نجاحك بيكبر شويه مشاكلك وعقدك بتكبر. يعني لو انا عصبي قوي وما سيطرتش على ده هبقى عصبي اكتر، لان انا بخايف على شغلي اكتر من الاول، لان انا حققت حاجات كبيره. فعيوبنا احنا الثلاثه كبرت معانا. طبيعي. كل واحد كان عنده وجهه نظر مختلفه. اختلفنا كتير. عرفتوش تسيطروا عليها في الشغل على الاقل. يعني كنا المفروض ان احنا نعمل مشروع بعد الحرب العالميه، احنا اختلفنا كتير في الحرب العالميه. قعدنا وكتبنا درافت والثانيه واختلفنا. ما تقدريش تقولي مين فينا صح ومين غلط يعني. انتوا الثلاثه كل واحد ليه وجهه نظر ليه وجهة مختلفه نظر. ما تعرفش لو مين كان طبق وجهه نظره كانت هتطلع صح. اوكي. فاختلفنا، وكل واحد هم عملوا حمله فريزر ساعتها، وانا عملت فيلم كلب بلدي، وبعد كده هم عملوا خلصانه بالشياكه مع مكي، وبعدين انا عملت رايح مدام مع اكرم. ايوه. وبعد كده بقى خلاص بقت يعني بتمشي. كل واحد بيشوف انتوا بلان. في الاول وفي الاخر وشكوا حلوة على بعض، وكل واحد حقق نجاحات في حته تانية، بس كلكم دلوقتي نجوم صف اول، ودلوقتي كلكم كل واحد حتى ليه جمهوره. وانا بصراحه يعني على المستوى الشخصي اتمنى ان انتوا تتجمعوا تاني بجد يعني. انا فاهم كتير بس والله حساباتها انا ما بحبش اقول دايما الكلام الدبلوماسي. انا فاهم حساباتها يعني. يا رب نبقى احنا الثلاثه نقدر نعمل كده. اكيد اكيد. احنا عايزينك تقول الو دلوقتي. الو 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 ايوه. طب بص لي انا عامل ايه.
عارف لو عرفته تبقى بودنك موسيقية وبتعرف تغني. اه يا عم لسه سايبه في الجيم من شوية. كابتن مصر احمد ازيك يا احمد؟ كابتن هاني ازيك؟ اخبارك ايه يا حبيبي عامل ايه؟ انا المفروض انا كده هبقى معاك كل اسبوع. يلا تعالى كل يوم تنورنا. بيتك يا احمد في الاخر، في الاول وفي الاخر يعني. طبعا يا حبيبي طبعا، وحشنا فعلا بقالي كتير ما شفتكش. بقالنا ثلاث ساعات ما شفناش بعض. لسه كان احمد بيحكي لي على الماتشات الخماسي، انك بتلعبوا خماسي مع بعض، وانك برضو بتمسك الكره يا احمد وعايز الكره تاخدها من الجون توصل بيها للجون. طب وبعدين يا كابتن هاني؟ هي دي حاجه شخصيه. ايوه انا شخصيه ما عندكش دعوه بيها. مش لاقينا يا كابتن هاني حد دلوقتي يمسك الكوره. ايوه عندك حق يا احمد عندك حق. لا انا عايز ارحب طبعا النجم احمد فهمي، ومن الناس اللي اعتبرهم اخواتي بجد والله، و اخويا فعلا. طبعا حبيبي، ومن الشخصيات اللي انا بحبها جدا كابتن هاني، وهو منور قناه الاهلي. طبعا احمد خلاص يعني احنا اهلاوي وكده، وكان بيقول لي واحنا مع بعض في الجيم بيقول لي انا رايح النهارده وكده، ويمكن انا شجعته كمان، وطبعا لازم تروح قبل ماتش الاهلي والزمالك. فاحمد من الشخصيات المحترمه جدا، ولسه كنت سامعه دلوقتي هو من نوع كمان اللي بيقول ما بيهموش، بيتكلم ما يعني هو واضح صريح، يعني واضح. صريح يعني واضح بالظبط. زي ما هو واضح وصريح وكده. انما خليني بقى اتكلم على الماتشات الخماسي، احكي لكم كده موقف. ايوه قول لي. يمكن احمد جه معايا البلد مره كده، كنت واخده معايا سياره كده، فجه معايا وانا عامل ملعب عندي في البيت كده صغير، فبجيب صحابي اللي هم لعيبه الكوره الضايعه وكده، ففهمي عنيف شويه في اللعب يعني، فهمي ما بيهرب. ديفندر هو قال لي بيلعب ديفندر كويس. ديفندر بيقول لي كان بيلعب ديفندر وسط ملعب مدافع يعني. اه بالظبط كده، كان بيلعب زي كده كابتن هاني، بس هو مش عاقل بقى يعني، هو ايه الله الله كان كده. فالمهم فطبعا هو جايين ضيوف وكده معايا، فصحابي اللي هم بيلعبوا درجه ثانيه في مصر وكده، فبيلعبوا بالهيل، واحمد يخش فيهم يفرم فيهم ويضرب فيهم. فالعيال حكوا لي قالوا لي قول له لا على مالك شويه، احنا مش عايزين نلعب عليه جنب. فقلت له فاهم على مالك شويه. فلا طبعا هو يعني بس مصاب دلوقتي، بتعمل ايه في نعم؟ هو دلوقتي مصاب يعني، بعالجه والله في الجيم. أيوة. يعني لازم شويه استشفائيه بقى، يفضل واخد التليفون، بيجي الجيم بيتمرن في التليفون يعني، ياخد له ساعه كده ويعمل له حاجتين ويحماش على طول. لا هو من الواضح ان احمد بياخد كل حاجه بجد يعني، شغله بيبقى فيه جد، حتى لو حتى احمد حسن كده على فكره. واحمد كده احمد كده بيلعب في الخماسي زي بجد. خماسي ايه ده؟ مره كان فاكر احمد كنت بتلعب برده مره خماسي، وكان بطوله النادي الاهلي للسفارات تقريبا، مظبوط. فاحمد لا هو احمد حسن اللي كنا بنشوفه في الملعب، هو كده والله فعلا، هو بيغل وانا عارف بيغل وكل حاجه بس هو الحقيقه بص احمد حسن برضو يعني من الكباتن التاريخيه لمنتخب مصر. ما كانش هو الكابتن التاريخي يعني لمنتخب مصر، انا كان يعني بنيت حياتي ان الجيل ده طبعا يروح كاس عالم، لانه يعني حاجه كانت محبطه بالنسبه لنا جدا ان احنا ما نشوفش الناس دي لعبت كاس عالم. احمد حسن كمان في بدايات احترافه، ويمكن انت برضو يا كابتن هاني، السوشيال ميديا ما كانتش زي دلوقتي. ده حقيقي. بس انا الحقيقه كنت بروح تركيا، وكنت لسه ما اعرفش احمد خالص، ولا يعني اعرفه بس كلاعب كوره وكنجم يعني. كنت اخش اقول انا مصري يقول لك احمد حسن. فاحمد يعني شرف لكل المصريين ان احمد كان كابتن المنتخب. والله فعلا والله كلامك وانت راجل مجتهد يعني. انت معاك كابتننا الكبير طبعا. حبيبي يا احمد. لا انت بص ده اصل في ده تاريخ يا احمد، ارقامك يعني عميد العالم عامل 175 مباراه دوليه كان يعني ان شاء الله. الله اكبر يعني. فالارقام 184 ما تضيعش. معلش انا اسف. 175 ناقص صحيح. ايوه انا عارف الخناقه دي يا احمد عارفها. لا يعني بقول احمد طبعا على مستوى الاحتراف طبعا، وكمان في بلجيكا لغايه الناس دلوقتي بيقولوا حسن يعني التاريخ ما بينساش، وده يعني نجم كبير يعني بصراحه يعني. وارقام والفتره اللي لعبها في النادي الاهلي بنشكره طبعا عليها جدا، وهو لعيب محترف طبق الاحتراف جوه مصر وبره مصر بشكل انتماءاته وميوله انا عارفها، بس مش هقول ومش هفضحه يعني. بس ليه مش هتقول ليه اقول عادي والله. هو من الحاجات اللي بحبها احمد اهلاوي جدا. ايوه طيب ما تقولش ليه. طيب انا خفت بس يزعل. بس يزعل ليه؟ عشان احمد يعني بيعتبر نفسه ان هو يعني عشان لعب للاهلي والزمالك، هو يعتبر نفسه لعب لمنتخب مصر اكتر بالظبط والاسماعيلي. بص يا كابتن هاني، بص يا فندم طبعا يا فندم، انا دي انا حاجه ما بخفيهاش على فكره، الناس كلها عارفاها، بس هي الموضوع بيبقى مختلف شويه يعني. انا طبعا وانا طفل صغير كنت بشجع النادي الاهلي وكنت اهلاوي، وده موضوع طبيعي ما فيش فيه اي ازمات خالص. انما يمكن احنا شويه
الموضوع بيختلف معانا لما بنلعب. وممكن الكابتن هاني يعني يعرف الاحساس ده، ان احنا لما بنلعب الموضوع بالنسبه لنا بيبقى مختلف شويه، احنا بناخد الموضوع بشويه باحترافيه. انما انا احمد عايز اشكرك بجد والله على كل كلامك ده، وطبعا ده تستاهل يعني ده وبجد يعني من الشخصيات اللي انا بحبها جدا، ومن الشخصيات اللي يمكن بحترمها جدا، وسعيد ان هو موجود معاكم، لان احمد كمان بيفهم في الكوره. يعني انا في كام حد كده بصراحه لما تقعد تتكلم معاهم، لا مش 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 مجرد ان هم بيشجعوا بس، لا بيشجعوا بطمو. يعني انا حمائي كمان مثلا تقعد معاه تحسه ان هو يجي معاكم في الصوت التحليلي، يعني يعني مش مش فاحمد نفس الحكايه من الناس اللي هي مش بس بتفهم كوره كويس. بتفهم كوره كويس بالظبط بالظبط. فيعني موفقين ان شاء الله، وسهره كده ممتعه مع كل جمهور بقى وكل جمهور النادي الاهلي. نورتنا يا ابو حميد، اشوفك بكره يا ابو حميد ان شاء الله باذن الله في الجيم. لا يعني لا عامه المفروض بكره ان شاء الله مديك راحه بكره، بعد بكره في ماتش وهيتفرج معايا على الماتش ان شاء الله. طيب ماشي حلو قوي باذن الله ان شاء الله. متشكر يا احمد، تصبح على خير والله بجد. لا ما احنا ما عزمناش عليك من اول القعده والله، شربت انا. لا تاخد بقى في كاس، ما كلش انا بالليل قوي كده عشان ما اتعبش والله. والله ولا حتى فاكهه؟ طب ولا حتى والله اصلا اكل موز. عايز اتكلم مع احمد على لو انت المدير الفني النادي الاهلي، تشكيله يوم السبت تبقى ايه؟ انا عايز اتكلم بس في حاجه ثانيه. يعني موضوع صالح بس، يعني صالح جمعه. انا ما اعرفش فعلا هل هو صالح مش جاهز، ولا الموضوع دخل في اوحش من كده. يعني لو اوحش من كده انا اعتقد الموضوع مش مستاهل. صالح لعيب كبير بجد، والنادي محتاجه، وهو على قوه النادي الاهلي. لازم يبقى في زقه في موضوع صالح ده شويه، نقرص عليه وكل حاجه في الدنيا. انا مش بقارن، بس انا بتكلم كلام والله. انا صالح معيش رقم تليفونه، مش صاحبي حتى. صالح جمعه احسن لعيب في مصر. اي حد مشي انتوا زعلتوا عليه رمضان او غير رمضان، صالح قده 10 20 مره. عشان نتكلم وحضرتك، انا هسيبك تتكلم وارد، انا عايز بس اسمع رايك كله للاخر. الفرقه محتاجه صالح، ده 100%. تشكيل هقول لك تشكيل، بس يعني انا لو هتقول لي ابتدي بمين. لا الاول كابتن هاني رد عليك على الجزئيه دي، عشان في جزء جزئيتين. الجزء الاولاني نتكلم على صالح جمعه. فنيا صالح جمعه من افضل اللعيبه اللي انا شفتها في مصر. ليه؟ لان شفت على صالح على مر على مر على مر لان صالح يعني لا صالح انا شفته هو كان لسه عمره 17 18 سنه، فعمل معايا شغل في الاولمبياد. كان الناس بتتفرج، والناس المدربين بييجوا يقولوا لي اللعيب دوت مختلف، يعني عنده رؤيه مختلفه. طبعا احنا ساعات واحنا كمان مدربين واحنا قاعدين، هو مثلا بنتفرج يعني عاملين تقسيمه، فصالح يعمل حاجه مش متوقع، عارف الحاجات اللي انت مش متوقع. فخلينا نتكلم الجزء دوت. صالح لعيب كبير، وبشهاده كل المدربين حتى بايلر بشهاده انه لعيب كويس قوي. الجزء الثاني سيبك بقى من موضوع الالتزام مش الالتزام، انا صالح ملتزم بشكل كويس، لكن في حاجات لازم المدير الفني هو ليه القرار الاول والاخير يحسمها. بدنيا كنا بنتكلم مع بايلر، قال بدنيا لسه ما وصلش للمعدل اللي هو عايزه. دي واحده. نمره اتنين، انت عارف برضو يا احمد المدربين الاجانب ليهم نظره مختلفه شويه. انا عشت في المانيا، فالمدرب بيشوف تقييمك كمان من خلال التدريب كل يوم. في مصر الثقافه دي مختفيه شويه، يعني يقول لك ده لعيب كويس يا عم، حتى لو ما اتمرنش بينزل يعمل حاجه. ده تفكير مختلف شويه عن اوروبا. فهو كمان المدرب محتاج منه ان هو وزنه ينزل، ان تحركاته في الملعب تكون افضل شويه من غير كوره. قال لي هو معاه الكوره ما فيش زيه. فالجزئيه ديت انا في رايي دي جزئيه فنيه. الجزء الاخير والحته ان صالح يشترك ولا يشترك، دي اكيد رؤيه يعني هو النادي الاهلي كمان. اصل انت بتقول عايز زقه، يعني انت عايز زقه حد يكلم المدير الفني، مش يكلمه انه يلعب بس، الدنيا تبقى يعني يديله فرصه يعني يخش، بس يبتدي يخش. يعني انا نفسي، يعني انا نفسي وكلنا نفسنا وجماهير النادي كلها نفسها ان صالح يخش، لان صالح لما يخش هيعمل فارق، ولما بياخد قرار فايلر فقط يعني هو قرار اداره فنيه، والنادي الاهلي متعود ان الاداره الفنيه ليها الحق الاصيل في اختيار اللاعبين. انت برضو دي ما انت عارف يا احمد، انا فاهم والله، انت عارف. انا فاهم يا كابتن، بس انا اقصد ان اللعيب ده لا لعيب طبعا يعني طبعا لو في فورمه عاليه طبعا مهم قوي، مهم قوي قوي. يعني انا اقول لك تشكيل، يعني هلعب بالشناوي طبعا. اوكي عندي وجهه نظر مختلفه، ان هلعب بهاني مش هلعب بفتحي. هاني لعيب جامد جدا، بس هاني محتاج انت تتقله.
يعني محتاج انت تديله ثقه. انت باك رايت النادي الاهلي، انت مش نمره 2، انت رقم 1 ورقم 1 في مصر. اوكي هاني محتاج يستوعب ده، وهاني كشخصيه، لان انا اعرف هاني كويس على المستوى الشخصي، شخصيه تقدر تستوعب ده كويس وتقدر تحقق اكتر من ده 30 40 الف مره، على الجانب ان اللعيب برده يا كابتن شخصيه طبعا، قبل التالنت وقبل اي حاجه شخصيتك هتوديك فين. هاني عنده كل المقومات دي، وهاني لعب اهلي وزمالك كتير، وهاني لعيب دولي انت يعني، ولعب اهلي وزمالك كتير ويعني وكان رقم واحد طول طيب. السيزون اللي فات من قبل حتى ما فتح يمضي البيراميدز طيب. يعني باك رايت الشناوي، باك رايت هاني، هلعب ياسر ابراهيم ورامي مش ايمن اشرف، لا رامي هلعب برامي وياسر وهلعب باك ليفت علي اكيد، هلعب في نص الملعب بسولية طبعا، وهلعب بديانج، هلعب اثنين في وسط الملعب، 4 2 4 2 3 1 حلو، وهلعب جيرالدو يمين ولا شمال؟ يمين ناحيه محمد هاني اوكي، وهلعب اجاي ناحيه علي معلول وهلعب بقفشه وهلعب بادجي مش مروان ببادجي. وتوتا تلعبه فين؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب ليه؟ ده اهلاوي ده بقى ايه؟ بجد؟ توتا؟ انا بحسبك هتقول ملوش في الكوره. محمد عبد الرحمن على التليفون، ده اهلاوي حمى ده. صباح الفل. ازيك يا محمد؟ محمد مساء الغير عليك. ازيك عامل ايه يا ريان؟ صباح الفل يا كابتن. صباح الفل يا حبيبي، اخبارك ايه؟ وانتوا طيبين الحمد لله كله ده. ده احمد بيقول لي اهلاوي ايه؟ لا ده انت موافق على التشكيل ده يا محمد؟ موافق على التشكيل ده؟ موافق على التشكيل ده بس مدام فهمي حطه ربنا يسترها علينا. والله بقول لك حاجه بامانه، انا شايف تشكيل مثالي والله العظيم المثالي فعلا، انا قاعد بسمعه من بدري. هو التشكيل المثالي ممكن يكون تحفظ شويه، ممكن الاعب ايمن اشرف رامي وايمن يعني جنب معلول شويه ممكن عشان برضو هو من ناحيه الشمال يبني شويه من ناحيه الشمال، لكن شايف اثنين في نص الملعب ديانج والسوليه والثلاثه اللي قدام في يعني في الظروف اللي انت فيها برضو. نعم؟ انا بكلمك على الظروف اللي احنا فيها. الظروف اللي احنا فيها انت بتتكلم. اقول حاجه يا كابتن بعد اذنك، هو لو معلول ولعب قدامه اجاييه لا هيبقى الاثنين مسهلين على بعض في الوينج ده، هيسهلوا على بعض يعني. خصوصا النادي الزمالك عنده مشكله في الباك رايت اصلا ناحيه اليمين، بيلعب بولد لسه ناشئ بس لعيب برده كويس، لعيب كويس جدا بس طبعا. طب بس لسه يعني لسه بس كان معلول وعجيف في الشمال يعني، لا هتبقى ايامنا. بس انتوا لازم تتفرجوا مع توتا على ماتش بقى، عايزين نتفرج معاك على ماتش ده. لا سيبه بيلعب، هو بيتفرج وهو بيتفرج ايه، ممكن يموت يا ساتر العظيم. بيتعصب ويشتم عصبي ها وانت بتتفرج على الماتشات. يعني فهمي بيقولوا عليه عصبي وبتاع، فهمي بيبقى عادي هديني يقول لي يا ابني هنكسب، اهدى بس هنكسب. انت لازم تتفرج معايا يعني ساعة عبد الله السعيد توتا نقول له اهدى، هو دلوقتي هدي اكيد وعبد الله حبيبنا وكل حاجه. طبعا مش راضي يقول اسم عبد الله، مش عايز يقول اسم، مش عايز والله. يا ابني والله يقول لي رقم 19، اقول له طب قول لي احنا نعرفه كويس، يقول لي لا. توتا متعصب جدا. ابقى اتفرج معايا يوم السبت عشان يهديك بقى، عشان لو في حاجه. لا وفهمي بصراحه مبدع جدا في الماتشات كمان. يعني بيعمل جو كده وبيامن علينا قبل الماتش. بتجمعوا قبل الماتش بشويه تتكلموا وتستنوا الماتش؟ لا احنا قبل الماتش يومين بيومين مثلا، فهمي يبتدي يكلمنا انتوا فين انتوا مش عارف ايه، طب يلا الماتش بعد بكره مع بعض بتاع الحاجات دي. يعني هو لسه مكلمني بس للاسف في الساحل، فعشان كده ما عرفتش والله العظيم، مش عارف اتفرج معاه الماتش ده، بس ان شاء الله بامر الله هنكسب. ويا رب فاينل يكون بيسمع الحلقه دي ويعمل التشكيل ده يعني. يا رب ان شاء الله ده يعني هيشوف الاصلح يعني يا توتا يعني. بالظبط يعني ان شاء الله، بس الاصلح ليه وهو اعتقد عنده الرؤيه الفنيه اكيد افضل مننا بكتير يعني، هو اللي جوه الفرقه وهو اللي عارف ظروف الفرقه، احنا بس بنشوف الظروف من بره، لكن دايما وانا عشت التجربه دي دايما المدرب عنده ديتيلز وحاجات صغيره الناس مش شايفاها مش عارفينها احنا يعني. بالظبط لكن نتمنى انت اتفرج مع احمد درويش بقى توتا، ربنا يعينك. الله احمد درويش ده مدير اعمال مدير اعمال زملكاوي ولا اهلاوي؟ جدا اهلاوي صاحبنا قوي يعني. اوكي بس كده يعني انت خلاص خارج، مش هتتفرج معاهم انت؟ احمد حسن، كابتن احمد حسن، هشام العمري، هشام العمري طبعا، دكتور حسام غنيم، الدكتور يعني اعظم دكتور جهاز هضمي يعني تقريبا ومناظير،
واهلاوي برضو. انا بلم كل الاهلاويه عندي واقعد اتفرج يعني. وتقعد تتفرج ونقعد وبعد ما نخلص بقى نطلع بقى نتخانق على طول. ليه بس ربنا هيجيب الكلام مع نفسنا. الماتش ده يخلص كام كام يا توته؟ ممكن يخلص كام كام؟ بامر الله ان شاء الله باذن الله 3-0. 3-0 والله بس يا الناس تيجي بقى الفكره. تيجي فين ان شاء الله؟ يجوا الملعب بقى الايه النادي. طب بص طيب متشكرين قوي يا كان يعني احنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله فعلا يحققوا نتيجه ان شاء الله فعلا باذن الله يعني طليق فعلا والله العظيم بمباراه قمه فعلا كبيره لها استعدادات خاصه وزي ما قلنا يمكن في اول الحلقه دي مباريات من المباريات الغير متوقعه يعني انت بتحاولي تغلبي بس ما علينا ما علينا العظيم ابدا لا لا ان شاء الله هتبقى مباراه كويسه ان شاء الله باذن الله. ميرسي ليك يا توته وتيجي بالسلامه يا رب كمان لان بجد بجد والله لا بعيدا بقى عن الهزار والحاجات دي لا والله الزمالك برده اليومين دول فورمه جدا والمدرب اللي معاهم كويس والحمد لله معانا فاينل. خلاص يا توته انت بص انت قلت خلاص خلاص يا توته تصبح على خير تصبح على خير تصبح على خير بالتوفيق ان شاء الله يا رب. شكرا يا دكتور. سلام يا علام. ان شاء الله يفرح ملايين ملايين الناس اللي قاعده مستنيه الماتش ده. قولوا امين ان شاء الله باذن الله يكون ماتش كويس. مش عايز تاكل حاجه؟ لا والله مش قادر والله. انا بقول لك انت كمان انت بتتكلم على نقطه مش عايز انت كنا بنتكلم كويس قوي على مرضان ومروان فمش عايز تديله دلوقتي ليه؟ لا كان حتى عماد بيتكلم امبارح او اول مش فاكر عماد متعب المهم قوي ان مروان يبعد خالص ويرجع فريش يعني على قد ما يقدر ما يحطش رجله في الملعب طول ما هي معنده معاه ده كان يعني عماد اتكلم بشكل عشان يمكن عماد مر بتجربه انه كان هو قال كده فعلا قال حتى ان جوزيه قال له ابعد انا خالص. مش هلاعبك فقال له طب انا هتمرن بس وما تلعبنيش قال له لازم تبعد خالص وترجع تاني تحط رجلك فمروان اعتقد ان هو وبادجي برده ممكن انت بتلوش برضو يعني انت عندك فاهم يعني انت برضو بادجي لسه يعني انت لسه ما اتكلمتش قوي يعني خسران ازارو يعني بشكل كبير باللي انت شايف كنت شايف ازارو يكمل في النادي انا اقول لك انت عارف نفسي مين يرجع احمد ياسر ريان انت عارف بقى احمد ياسر ريان انا كنت طلبته وانا في نادي الاتحاد السكندري كويس جدا من اكتر من 3 سنين 4 سنين كان وطلبته اعاره فلعيب هايل وانت زي ما بتقول ده من ابناء النادي الاهلي وبعدين راح عمل شكل كويس يعني حتى لما راح هي تجربه الجونه دي بصراحه تجربه حلوه جدا بصراحه يعني هم الناس ده حقيقي. الناس عامله هو ده مشروع تحترمه جدا لان مشروع فيه مكسب يعني مشروع انت في الاخر بتنفست في حاجه وبترجع لك وبتاخد لعيبه بتشغلهم بشكل معين قدرت تحقق شكل حلو ده لحد لبسهم شكله حلو يعني يعني انفستمنت حلو قوي هي تجربه تحترم لعيبتنا استفادت يعني اكرم موجود ان شاء الله يرجع لك بشكل حلو قوي كان اكتر من لعيب كمان موجود هناك ثلاث لعيبه في مساك جزار صح ولا الجزار كان طالع برضه اعاره وكان عندنا لعيب في نص الملعب برضه كان كويس قوي محمد حمدي تقريبا احمد حمدي لعيب كويس جدا لعيب هاي ده بقى مش عارف فين ده لعيب كويس جدا انت عندك لا عندك كتير بره وناصر ما اعرفش ناصر هو بيع ولا اعاره دلوقتي ناصر ماهر لسه اعاره اسمه ايه الولد عمار حمدي اعاره كويس جدا انت عندك بره بقى المفروض تبتدي ما على فكره نفس يعني كان عندنا خبر كده سهام ان هو فايلر بدا من ضد المعارين اللي فايلر حاطط عينيه عليهم عمار. علشان يرجع تاني عمار وغيره عندنا محمد يعني عندنا اسماء كتيره كويسه لكن محمد شريف طبعا محمد شريف رجع بقى خلاص اهو يعني ان شاء الله انا طاهر محمد طاهر والله ما عشان اللي بيحصل دلوقتي بقالي سنتين بدل نفسي انت شايفه من زمان طبعا اللعيب امكانياته عاليه جدا وكاركتر رغم ان انا ما اعرفوش شخصيا بس عارف من الناس يعني راجل محترف في مصر يعني كاركتر اوروبي جدا يعني عارف كمان متعلم كويس بالظبط عنده لغه كويسه بالظبط في كاركتر فده انت لو اشتغلت عليه وربنا وفقه وحصل له يعني كتب له التوفيق هنا في مصر هتستفيد منه لا هيبقى حاجه
حاجه كبيره جدا يعني. ان شاء الله. طيب انا احنا بنفكرك، احنا عندنا كانت مسابقه عن نتيجه مباراه مصر والاهلي واسوان، اللي كان توقع النتيجه هيكسب تيشرت الاهلي موقع بالنجوم المفضلين بالنسبه له. فالنهارده دلوقتي احنا معانا 5 تيشرتات لمباراة الأهلي وأسوان، من توقع النتيجة هيكسب معانا النهاردة؟ أحمد يشرفني جدا وانت معانا في البيت الكبير ان انت تقوم باختيار الفائزين الخمسة ان شاء الله. فاحنا زي ما متعودين يعني خلاص إيه؟ الناس بقى يعني عارفة في الشاشة سكرول كده وانت الناس هتشتمني كلها هتقول ستوب، هتوقف فجأة، انت هتعمل ستوب فجأة على الاسم اللي انت هتختاره واحنا هنوقف هنا وانت هتقرأ ستوب. الاسم يلا عبدالله صح؟ فين؟ عبدالله عبدالعال. الاهلي يكسب 3-1 ان شاء الله. لا ما كده ما كانش، كان 3-0. شفت بقى فرقت 1 اهو اهو بس يلا. بس بس اهو خلاص اهو فوق فوق محمود ميسي اهو محمود ميسي محمود مبروك ومروان هيجي محمود ميسي 3-0 مبروك يا محمود. طيب اول اسم السيف، اول اسم معانا، مبروك يا محمود. طيب هنعملها تاني مره ستوب. احمد محمد اللي فوق، احمد محمد 3-0 الاهلي ان شاء الله. احمد محمد بالظبط يبدا اساسي ويسجل بس بدا سجل تمام. احمد محمد الفائز الثاني معانا بتيشيرت النادي الاهلي موقع عليه بنجوم النادي الاهلي كلها، احمد محمد. بس بس عبد الرحمن الفداوي. عبد الرحمن الفداوي 3-0 للاهلي ومعلول واجايب في جون هيجي بالراس. تمام مبروك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن الفائز الثالث رضا عبد الباقي. رضا عبد الباقي لا احنا هنسكرول بقى يعني يا جماعه ماشي. استنى سكرول. بس ستوب. طيب ستوب. ستوب. اشرف ابو عميره. اشرف ابو عميره توقع صح. سيف يا فايز. ده الفائز الثالث ولا الرابع؟ الرابع. الرابع عندنا كمان فائز اخير ان شاء الله. جود لك للجميع. صبحي امين جرجس. صبحي امين جرجس عايز توقيع اجايو معلول. حاضر يا صبحي كده ده الخامس. مبروك لكل اللي كسبوا معانا، اللي توقع نتيجه الاهلي واسوان 3-0. الاسماء اللي احنا اعلنا عنها ديت هي اللي كسبت معانا 5 تيشرتات موقعة بنجومك المفضلين. ألف ألف مبروك للفائزين، وإن شاء الله إحنا معنا جوائز كتير يعني. لا إن شاء الله. أول ولا يعني آخر يعني. لا جوائز إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا الجوائز إن شاء الله. بإذن الله. الأهلي بيكسب فالجوائز بتزيد إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق للناس. وعندنا لسه جوائز تانية ومسابقات تانية إن شاء الله في الانتظار الفترة اللي جاية. عايزين كمان نعمل نجم الأسبوع، عايزين نعمل أحسن لاعب في الشهر، كل ديت برضو حاجات أفكار إن شاء الله بنفكر فيها. ندخل تفاعل الجماهير معانا، وكمان ده بيوصل للعيبه، واللعيبه بيبقى عندها موتيفيشن شويه ان هو ممكن جدا نجيب لاعب الشهر، نختار لاعب الشهر في النادي الاهلي، نختار لاعب معين ويبقى تكريمه هنا موجود معانا في البيت الكبير. فكره حلوه جدا. فان شاء الله لا في حاجات ان شاء الله باذن الله نلاقيها كويسه الفتره اللي جايه ان شاء الله. كلمه بقى تحب توجهها في الاخر لجمهور الاهلي وجمهور انت ان شاء الله. انت عندك ايه جاي بس عشان نعرف؟ عندي فيلم العارف. فيلم العارف؟ ده بطولتك مع مين؟ احمد عز ومحمود حميده. محمود حميده اهلاوي ولا زملكاوي؟ مش عارف تصدقي بس شكله اهلاوي والله. شكله اهلاوي. طب سلم لي عليه قوي. يوصل طبعا. احمد ده عمنا ده. محمود حميده طبعا. حميده طبعا فنان كبير. وكارمن بسيبس وانا معاهم. وفيلم تاني بصوره دلوقتي مع روبي وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت. ان شاء الله يعني الاثنين هيبقوا في الاعياد اللي جايه، بس الكورونا ان شاء الله باذن الله. بس لسه ما دخلتش تصوير ولا واحد فيهم يعني. لا خلصت ولا العارف. خلصت العارف. خلصت العارف والفيلم الثاني لسه بصوره دلوقتي، حتى لسه ما استقرتش على الاسم. العارف هينزل امتى؟ العيد الصغير اللي جاي لسه باذن الله. لسه بس. لان مش هينفع في الكورونا 25% بس اللي شغاله في السينما، فتنزل فيلم يعني ميزانيته كانت كبيره. كلمه تحب توجهها واحنا خلاص يعني بننهي حلقه النهارده. انت اولا شرفتنا ونورتنا بجد. انا بجد ببساطه جدا من احلى الحلقات بصراحه اللي احنا عملناها. برامج يعني الواحد بيبقى بيقول كلام وخلاص، وفي برامج الواحد مش عايز تخلص والله. حاسس ان انا في بيتي وتشرفت ان انا معاك يا سام ومعاك طبعا كمان حبيبي يا احمد حبيبي. كلمه اخيره، جمهور النادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه، مش محتاج حد يكلمه ولا حد يوجهه. كلمه اخيره كابتن محمود الخطيب، اقول له احنا كلنا في ظهرك
احنا ماشيين ورا الكيان مش ورا اشخاص، وانت دلوقتي اللي بتحرك الكيان ده وبتديره، واحنا عارفين ان انت امين عليه جدا. كلنا في ظهرك، المعارض قبل المؤيد، لان دي اخلاق النادي الاهلي. ما يهمكش من اي حاجه، ما يهمكش من اي ضغوط عليك، ما يهمكش صوت عالي، ما يهمكش اي حاجه في الدنيا. جمهور النادي الاهلي في ظهرك، معارضين قبل مؤيدين. نورتنا يا احمد. شكرا. جدا جدا، وكلمه فعلا طالعه من القلب. بنشكرك على وجودك معانا، وان شاء الله مش اخر مره، لسه عايزين نتكلم في الكوره كتير. ان شاء الله. لا احنا خلاص، انا جنب خلاص بقى يعني خلاص. ان شاء الله نبقى دايما مع بعض، لكن كمان الناس اللي بتحبك عايزه تشوفك على في بيتك في قناه النادي الاهلي. ان شاء الله دايما بيتي، واي وقت تحت امركم. نورتنا، شرفتنا يا احمد. شكرا جدا، نورتنا. دي كانت حلقه البيت الكبير في الويك اند، يا رب تكونوا استمتعتوا بيها زينا بالظبط. احنا بنشكركم جدا، والبيت الكبير بيتجدد لقاؤه بيكم من الحد للخميس من 10 لـ1 يوم الحد ان شاء الله باذن الله. تصبحوا على خير.